بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلسلتنا الهندسية والثقافية، والحقيقة لقاءنا اليوم يتجدد مع الدكتور محمد، اللي محاضراته دائما بتكون فيها زخم ومعلومات علمية وعملية من خلال خبرته الحقيقة بالعمل ب الإمارات العربية والخليج العربي وأيضاً بالجزائر، يعني خبرة واسعة الدكتور محمد، واشتغل بشركات عالمية كبيرة وأسماء كبيرة الحقيقة من الشركات. لذلك اليوم الدكتور محمد بده يحكي لنا عن مخاطر وأضرار التربية بتعريف بسيط. طبعاً الدكتور محمد عرفناه، ولكن من حقه علينا، هو معروف صار ما شاء الله، الله يبارك فيه. هو معه دكتوراه بهندسة الجيوتقنية من فرنسا، منكرر عمل بكبرى الشركات الهندسية العالمية، وهو أيضا صاحب ومدير عام شركة سوبر آرك الهندسية العاملة بالإمارات العربية في مجال التصميم والتدعيم بأبو ظبي. دكتور، بترك الشاشة معك، ونرجو اليوم إن شاء الله يستمتع زملائنا بمحاضرتك لهذا اليوم، اللي متأكد مثل كل المحاضرات السابقة لك. تفضل دكتورة. شكرا، يعطيك العافية مهندس عبد الحكيم، جزاك الله خيرا على هذا التقديم. شير سكرين. بسم الله. السكرين ظهرت عندك مهندس عبد الحكيم؟ تمام دكتور، تمام، تفضل. مهندس عبد الحكيم، واضحة دكتور محمد، واضحة، أنت هلق الظاهر عنا السكرين تبعك، الباوربوينت عندك. تمام، هيك فول سكرين. تمام، هيك فول سكرين. تمام، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الحقيقة اليوم محاضرتنا هي عبارة عن كيف نتعامل مع مشاكل التربة التي للأسف لا تنتهي. مع كل هذه التطورات وكل هذه التكنولوجيا، وما زالت مشاكل التربة تفاجئنا يوماً أو بعد يوم بمشاكل نجد لها حلولاً، ومشاكل ما زالت عالقة بانتظار الحلول. أحياناً تقف الأبحاث والكودات العالمية، لم نقل عاجزة، لكنها في طور البحث عن حلول لمثل هذه المشاكل. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن هندسة ميكانيكا التربة أو هندسة الجيوتقنية تعتمد بشكل أساسي على سوليد ميكانيكس، وهذا التعميم باستخدام مثل هذه المعادلات قد ينطوي على مغالطات. ما زالت البرامج العالمية المشهورة لم تأخذها بعين الاعتبار. في محاضرتنا هذه سنبدأ بمقدمة عن التربة، وأيضاً استخداماتها في الهندسة المدنية والمشاكل التي تنتج عنها، وأيضاً عن محدودية فحص التربة مهما كان واسعاً، لأننا عندما نقوم بفحص التربة نقوم بعمل جسات لا يتجاوز قطر الجسة الواحدة 100 ميلي، ونعطي معاملات للتربة والتصاميم بناء على مثل هذه المعاملات.
بسبب هذه المحدودية ظهرت عندنا هناك مشاكل، منها انتفاخية وانتفاش التربة وتقلصها، وجود معدن الجبسوم أو الجبس في التربة وتأثيره على ديمومة واستقرار المنشآت الهندسية. طبعاً في محاضرتنا اليوم سنركز على الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وهي انتفاشية وتقلص التربة، ونتكلم بشكل موسع عن الجبسوم لأنه في بلادنا العربية وخاصة في بلاد الخليج المشكلة الأكبر هي تأتي من الأملاح ومن الجبسوم والكلي بشكل يعني محدود في بعض المناطق. وفي المحاضرات اللاحقة إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت وكتب لنا إن شاء الله العمر، سنتطرق إلى الهيدرو كومباكتيبل سويلز والكارست لاندسكيبس واللاند سلايدز والليكويفاكشنز أوف سويلز باي إيرثكويكس والووتر ساتوريتيد سويلز. لنبدأ على بركة الله. إن الهدف من هذا التقديم السريع هو قرع جرس الإنذار لدى المهندسين بكافة اختصاصاتهم، وأعني بالمهندسين بالدرجة الأولى المهندسين المدنيين الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الكبرى في مثل هذا الأمر، وتوصيف المشاكل بالنسبة للمهندسين وماذا يتوجب عليهم في المستقبل عمله لكي يقللوا مثل هذه المخاطر قدر الإمكان إن لم يتفادوها. وكما تعلمون أن تقرير التربة مهما كان فهو محدود، والمعلومات التي فيه لا تعدو أن تكون guidance أو دليل استرشادي للمهندس لكي يعمل التصاميم الضرورية واللازمة لتفادي مثل هذه الأمور. وسبق وقلنا في محاضرتنا السابقة أنه دائما في هناك توصيات من الكودات العالمية بعدد السبور وأعماقها حسب المنشأة ونوع المنشأة ونوع البنية التحتية وما إلى ذلك. وبإمكانكم الرجوع إلى هذه المحاضرات والاسترشاد بمحتواها، حيث أنها كلها مبنية على معطيات الكودات وليست من وحي الخيال، وأيضاً على التجربة. أعتقد أنه دائماً الاسترشاد ببعض الأمثلة العملية في مثل هذا الشأن لكي نشد انتباه الحضور. في أحد المشاريع التي درسها أحد المختبرات عطى توصية لنوع من التأسيسات أو الأساسات، فما كان وكان هذا المختبر إلى درجة أنه يصر على أخذ الإحداثيات، وهنا ألفت انتباه المهندسين بأن لا يقبلوا مهما كان السبب أن لا يكون هناك إحداثيات وإليفيشن وارتفاع بالنسبة لنقطة مرجعية معينة حسب الديتوم أو النقاط المرجعية للبلد، لأنه مهما تغيرت معالم الطبيعة ومعالم السطح فإن الإحداثيات والارتفاعات لا تتغير بالنسبة للنقطة المرجعية. فكان هناك توصية بعمل نوع من التأسيس وتوصية بنوع من المواد التي ستستخدم، فما كان من مدير المشروع أثناء اعتماد الأماكن بعض المنشآت وهي عبارة عن خزان نفط. هل الصوت واضح مهندس عبد الحميد؟
عمان لما بعطوني الشركة على عمان. أهلين كانت دكتور، الصوت واضح جدا جدا. مهندس شعبان سكر الكاميرا إذا سمحت. فقرر المهندس أن ينقل خزان الديزل 15 مترا من الموقع الذي تم عمل الجثة به، وعندما انتهى البناء، أقصد بناء الخزان، وأرادوا أن يضعوه في الخدمة، بدأوا بملء مادة الديزل أو سائل الديزل في الخزان، فما أن امتلأ الخزان حتى ربعه، حتى انهار الخزان كاملا. فبدأ مدير المشروع يصرخ ويقول تقرير التربة مضلل، والمختبر فعل وفعل، فما كان من المختبر إلا أن قال له حسنا، نحن عندنا التقرير وعندنا إحداثيات الجثة التي عملناها لمثل هذا الغرض. فأرسلوا المساح ونزل النقطة على الأرض وعمل الجثة، فما كان من المعلومات التي وجدت إلا أنها مطابقة للتقرير. وعندما عملوا جثة بجوار الخزان فوجدوا أن الخزان متموضع على تربة نسبة الشيلز القواقع فيها تقريبا تتجاوز 30%. فعندما حملت هذه المواد تكسرت وتزحزحت وصار ما يسمى general failure sliding over turning وانهار الخزان. فكان شرط المختبر من البداية إن ذهبت وكانت معلوماتي صحيحة ستدفع لي الجثة التأكيدية فوق الجثة التي عملناها والجثة الإضافية بالإضافة إلى عملية الحركة الموبوليزيشن، وكان ذلك. إذن أيها الإخوة، إذن تقرير التربة محدود ولا يجوز التعميم بأي حال من الأحوال مهما كان السبب، وهذا لفتي يعني انتباهكم لمثل هذه الأمور وأخذها بعين الاعتبار عند مراجعة تقرير التربة وعمل التصاميم للمنشآت. طبعاً هنا الترب الانتفاشية كما تعرفون هي ما يسمى الترب الغضارية أو الطينية، وهذه الترب شرهة جداً للماء، فعندما يصلها الماء تبدأ بالانتفاخ ورفع المنشآت إذا كان وزن المنشأة طبعاً أقل من قوة رفع المادة أو التربة الغضارية أو الكلي، فبالتالي تؤدي إلى تشققات وممكن خروج المنشآت عن الخدمة. أذكر هنا مثالاً أنه في أحد الشركات العملاقة أو الكبيرة في أحد البلاد عملوا مبنى إدارة. المبنى الإدارة مكون من 4 طوابق، فقبل أن طبعاً أخذوا التصميم من أحد المشاريع الموجود في منطقة ثانية ونسخ لصق نفذوا نفسه، فكان أن هناك طبقات غضارية سماكتها كبيرة فرفعت هذه المنشأة، مما اضطرهم قبل أن يشغلوا المنشأة إلى قص الأبواب وقص النوافذ وإعادة التصميم لكي يتأقلموا مع الوضع الجديد للمبنى بعد أن ارتفع. طبعاً ليس فقط قوة الرفع لكن قوة الانكماش أيضاً، عندما يحدث الجفاف هذه الترب تتقلص وتحدث فراغات كبيرة، وأيضاً النفش أو التقلص كلاهما سلاح ضد المنشآت، كما ترون في الصور أن هذه البيوتات مبنية على مثل هذه الترب، ونتيجة وجود المياه وعدم وجود احتياطات كفيلة بمنع المياه من التسرب إلى الأساسات فتشققت المباني. طبعاً كما تشاهدون في هذه الرسوم البيانية
أنه إذا كان عندنا هناك بلاطة عليها الحمولات فعملية الرفع عادة تكون كبيرة في الزوايا لأن إجهادات التطويق تكون قليلة، وهذا المنحني البياني هو عبارة عن علاقة بين الحمولة الشاكولية وبين نسبة الانتفاخ. فكما تشاهدون أنه في الزوايا في زوايا البلاطة تكون الانتفاخات قوة الرفع كبيرة، وفي الأطراف هنا تكون أقل وفي المركز تكون أقل. لذلك على المصمم أن يأخذ كل هذه الأشياء بعين الاعتبار عندما يصمم البلاطات على قوة تحمل الرفع القادمة من التراب الانتفاخية. طبعاً هذا الرسم البياني نفسره بالشريحة التي بعدها، عندما يرتفع منسوب المياه أو تتسرب المياه إلى المباني ماذا يحدث؟ يحدث هناك طبعاً عندما يكون جفاف moisture loss due to evaporation، إذن تقلص الرطوبة تتبخر، وبالتالي يحدث انفصال ما بين التربة والأساسات وتقل قوة الاحتكاك وقوة تحمل الأساسات، وبالتالي تحدث التشققات القطرية على الجدران والجانبية أيضا على الجدران. وعندما تزداد الرطوبة أيضا تزداد قوة الرفع عند حيث تنتفش هذه الترب، وتؤدي إلى أيضا إلى تشقق الأبنية. لاحظوا هنا الأبنية المحمولة على يعني ما يسمى شالو بيرز، يعني قواعد نوعا ما عميقة، ليست أوتاد مسلحة طبعاً، بيرز عبارة عن يعني تصل إلى مستوى أعمق في التأسيس حتى تنقل الحمولة إلى أرض أكثر استقراراً. لاحظوا أنه في البداية أن البيرز هذه أو القواعد هذه ما زال يوجد فيها احتكاك، وعندما يحدث يعني غمر في المياه أو أمطار متكررة وكثيرة وخاصة في الفصول الماطرة ماذا يحدث؟ أن التربة تنتفخ وتعدم الاحتكاك بين القواعد وبين التربة، وبالتالي تضعف قوة تحمل الأساسات وتتشقق الأبنية نتيجة الهبوطات وعدم وجود قوة رد فعل على هذه الأساسات. ونفس المفعول يحدث عندما يحدث مواسم من الجفاف، حيث تبتعد التربة كما تشاهدون هنا، تبتعد التربة عن الأساسات أيضا وتقلل قوة الاحتكاك، وبالتالي يحدث الهبوطات التفاضلية وغيرها وتحدث التشققات كما ترون هنا في الرسم التوضيحي. طبعا استخدمت البيرز هذه دريل بيرز فاونديشن استخدمت في أمريكا منذ عام 1950، لكن مشكلة هذه الأساسات أنها لم تكن عميقة بالقدر الكافي حتى يعني تمنع حدوث الهبوطات نتيجة ضعف الاحتكاك فيما بين التربة والأساسات. إذن لمنع مثل هذه الظاهرة لابد من زيادة عمق تأسيس هذه القواعد
حتى يبقى جزء منها يعني يحمل الحمولة المنقولة إليه من المبنى ولا يضعف الاحتكاك بشكل كلي. ومن المشاكل التي تحدث في مثل هذه التراب أيضاً كما تعرفون أن يوجد فرق في الرطوبة ما بين داخل المباني وما بين خارج المباني، فحيث في الداخل تكون نسبة الرطوبة أقل أو نسبة الإشباع أقل، وفي الخارج نتيجة التعرض للظروف الخارجية والهطولات المطرية وما غيرها فتكون نسبة امتصاص التربة للماء أكثر، وبالتالي يحدث هناك هبوطات تفاضلية سببها يعني وجود قوى أو إشباع للتربة بدرجات مختلفة ما بين الداخل والخارج. طبعاً ما هي يعني الأشياء التي يجب اتباعها حتى نقلل من مثل هذه الظاهرة؟ إذن كما قلت extend building foundation beneath the zone of water content fluctuation. إذن لابد من أن يكون هناك دراسة هيدرولوجية للمنطقة على فترات مختلفة ولسنين عديدة للمنطقة، وعمل خريطة هيدرولوجية تعطينا بشكل عام الحد الأدنى والحد الأعلى للمياه، حيث لا بد من يعني إطالة عمق التأسيس لكي نتجاوز هذه النقطة الحرجة ونحمي الأبنية من الهبوطات والمشاكل التي تنتج عن انتفاش أو تقلص هذه التراب. طبعاً الدراسات الإحصائية لمثل هذه الظاهرة نتيجة تعاقب السنين الجفاف وهطولات جفاف وهطولات طبعاً أثبتت للباحثين أن عمق هذه التأثيرات أكثر مما كان يتوقع قديماً، ولذلك لابد من إطالة هذه البيرز حتى تقريباً 6 أقدام كان withstand normal annual fluctuation. يعني إذا كانت مثلاً يعني أمطار عادية غير استثنائية ممكن 6 أقدام يعني ما يقارب 6 × 3 تقريباً مترين، فتستطيع أن تقاوم التذبذبات العادية. لكن إذا كان هناك ظروف غير استثنائية وحسب الخرائط الهيدرولوجية فلا بد من تعميق الأساس أكثر من ذلك. أيضاً من الأشياء التي يجب عملها أيضاً التصريف الجيد للأبنية. التصريف الجيد للأبنية يعني كثير من الأبنية أعتقد أن التصريفات المطرية وتصريفات المياه الصحية لا تتم بطريقة مدروسة بحيث لا تسقط بجوار الأساسات، فكلما قمنا بحماية مثل هذه الأساسات من هذه الهطولات والجريانات كلما كان ذلك أفضل، وأطلنا بعمر المنشأة وتجنبنا مشاكل التراب الانتفاشية. أيضاً في أمريكا في تكساس عام 1960 وجدوا أنه بعمل تصميم بلاطات عائمة على مثل هذه التراب لأبنية من طابق واحد تستطيع أن تقاوم مثل هذه الأشياء، لأنه بلاطة يعني المهندسين الإنشائيين يعرفوا هذا بشكل جيد، إذا كانت تتحمل مثل هذه الحركات فتستطيع أن تتحرك مع حركة
التربة انتفاشية تقلصاً أو انتفاشاً، وبالتالي المبنى كله كأنه قطعة واحدة وتحمي هذا المبنى المكون من طابق واحد. هذا مثل. أيضاً من الحلول الممكنة استخدام البلاطات أو الأساسات ملحقة الشد Post Tension Foundation، يعني هذه الأساسات عندما يتم عملها وشدها في الكيبلات فتستطيع يكون فيها نوع من المرونة للحركة ومقاومة مثل وإعادة الأجستمنت حسب حركة التربة. كما تشاهدون هذا الرسم التوضيحي، هذا المبنى مثلا غير محمي من الهطولات المطرية، كل ما يسقط المطر يسقط أو تحدث من سيول تأتي إلى أسفل المبنى على الأساسات، وبالتالي تعرض هذا المبنى للتشققات. أما هنا عندما كان التصريف جيد للمبنى فلا لم يحدث له أي مشكلة، والمياه ذهبت إلى حيث تم تصميمها إلى المجاري. طبعاً من الأشياء الأخرى عمل يعني مبنى شبه معلق، يعني إحداث فراغ ما بين المبنى وبين التربة. هذا الفراغ عندما تنتفش التربة لا تصل إلى المبنى. طبعاً ممكن أحد يقول إنه هذه الأساسات ممكن تتعرض، لا، نحن عندنا الأساسات قلنا يعني مغروزة في التربة إلى عمق لا يتأثر بحركة التربة، وبالتالي تقاوم مثل هذه الحركات سواء بمواسم الجفاف أو بمواسم الهطولات المطرية. طبعاً من الأسئلة الممكن يطرحها أحد الإخوة، وماذا نفعل بالخدمات؟ طبعاً الخدمات هذه مشكلة كبيرة إذا صار حركة في المباني، وتعرفوا أنه أكثر الخدمات مدفونة في الأرض تحت المبنى. هذه التراب فستؤدي إلى تضرر الخدمات، لذلك لابد من استخدام نوع من البايبات المرنة بحيث أنها تتحرك مع حركة التربة ولا تتكسر بسبب هذه الحركات هبوطاً أو صعوداً. أيضاً ممكن استخدام وصلات فيما بين البايبات مرنة بحيث أنه لو تحرك بايب بالنسبة لبايب ما ينكسر. طبعاً إحنا لاحظنا مثل هذه الأمور، لا أستطيع أن أعرض مثل هذه الصور لأنه لها نوع من السرية لأبنية أهلها يعني استسلموا في الأخير وتركوا المياه الجرير تسكب المياه العادمة حول المبنى من كل جهة، لأنهم كلما أصلحوها كلما تكسرت. طبعاً هذا ليس في التراب الانتفاشية لكن في تراب أخرى، وهي التراب التي تحوي أملاح وجبسوم. الجبسوم الذي يعني هو تقريباً نعيش أحداثه في هذه المناطق بكثير من هذه المناطق، حيث أن الجبس هو أحد أهم المشاكل التي تسبب الهبوطات والتشققات، وتقريباً عاجزة أو أن المهندسون أو المكاتب الهندسية عن توقع ماذا يحدث بسبب وجود هذه المادة التي هي أصلها من معدن السلفيت في التربة. وللأسف أن الجبس يحدث بشكل أساسي في المناطق الصحراوية أو المناطق الجافة، ومن هذه المناطق منطقة الخليج العربي،
هذه التراب من أين تأتي بالضبط؟ تأتي من ما يسمى الطبقة الأم، وهي الطبقة الغنية بالسلفيت مثل المادستون والجبسون. طبعا كثير من المهندسين عندما يصمم الأوتاد أو البايلات يقول لك أنا وضعت أو وصلت البايلات إلى الصخر. ما هو الصخر يا سيدي؟ يقول لك المادستون والجبسون. سنرى فيما بعد ما مكمن الخطورة لمثل هذه المواد. جبسون بشكل عام هو مادة غير مستقرة ومتحللة بسبب وجود الحركات المياه، سواء المياه تبخرات evaporation أو أيضا المصادر الأخرى مثل الأمطار والسقي غير المدروس أو المقنن. تجد أن أحدهم يبني بناء أو مسكنا أو منشأة صناعية أو ما إلى ذلك، ويزرع من حولها الأشجار والنباتات ويسقي هذه الأشجار أو هذه الشجيرات والنباتات بشكل مستمر ليحافظ على ما يسمى المنظر الطبيعي العام، وبنفس الوقت لا يدري أنه يحفر قبر المنشأة بيديه. والجبس أيضا هو مادة مولدة لتآكل الخرسانة أيضا، لذلك لا بد من استخدام سمنت من نوع معين مقاوم للجبس حتى لا يحدث كوروجين للكونكريت وللحديد. طبعا إذا كانت، طبعا لربما سائل يسأل كم ممكن تكون نسبة هذه المادة حتى نعتبرها مصدر خطر على المنشآت. طبعا يقول لك الباحثون أن، طبعا قد يسأل بعض الإخوة إنه ما هي هذه المصادر. أنا في بعض الأماكن ذكرت أسماء الباحثين، ومن أراد أن يستزيد ممكن نعطيه ما يريد من مراجع. طبعا مثل هذه الأشياء لا توجد بصراحة في الكودات والأبحاث التي قام بها باحثون في هذا المجال، قيد الدراسة ويبحث به كثير من المهندسين أو الباحثين. إذا كانت نسبة هذه المادة 10% كما تلاحظون، ممكن تكون سبب لغسل هذه المادة من بين حبيبات التربة، وبالتالي حدوث هبوطات ومشاكل غير متوقعة. طبعاً بعض الباحثين مثل ألفين أند روميرو يقول لك إنه التربة إذا كانت تحوي 2% من الجبس فهي تعتبر يعني خطرة، بينما آخرون مثل برازانجي صنفها إلى عدة أقسام. قال لك عندما تكون نسبة الجبس من 0 إلى 0.30 نون جيبسوس، يعني تربة مقبولة. من 0.3 إلى 3 هي very slightly جيبسوس soil، لكن من 3 إلى 10 slightly جيبسوس soil، من 10 إلى 25 moderate جيبسوس soil، 25 إلى 50 highly جيبسوس soil.
أكبر من 50 جبس والسوي. طبعاً تجربتنا مع مثل هذه المواد مهما كانت النسبة فهي خطرة، لأن وجود مثل هذه المادة بين حبيبات التربة تكون سبباً لكي يعني تحدث دعنا نقول تفكك لحبيبات التربة عن بعضها البعض وإحداث فراغات، وبالتالي تبحث حبيبات التربة عن وضع أكثر استقراراً، فتؤدي بالتالي إلى حدوث هبوطات، وبالتالي يتضرر المبنى وتحدث التشققات. طبعاً هناك نوعين من الجبسوم، أنهيدرايت يعني هو مع الماء بالصيغة الكيميائية CaSO42H2O. طبعاً الهاردنس حسب موس سكيل من 1.5 إلى 2، وهذا التعريف تعريفه المين فاريتيز فايبروس الابيسترين كريستالين كالر وايت بليت جراي بينك يلو براون إلى آخره. البوريزيتي من 4 إلى 7%. بيت القصيد هنا عندنا الكمبريسيف سترينغ 24 إلى 35 ميجا باسكال. فعندما يأتي المهندس المدني لقراءة تقرير التربة ويجد مثل هذه المقاومة يقول يا سلام الأمور طيبة جدا، بدل أن أعمل وتد بطول مثلا 20 أو 30 متر فأخذ 24 ميجا باسكال ويطلع طول البايل مثلا فيو متر 4 متر 5 متر 6 7 متر كما يحدث مع كثير من المهندسين. وهذه المادة مادة الجبس مادة مضللة ولا يعتد بها ولا يؤخذ بها بعين الاعتبار أثناء التصميم، لأنها كارثة متى ما تعرضت لحركة مياه أو لهطولات أو إلى آخره فتصبح كأنها لم تكن موجودة لأنها ستذوب. طبعا الانهيدرايت CaSO4 الكالسيوم سلفيت طبعا هنا المقاومة أقل من 7 إلى 8 ميجا باسكال، وأيضا هي مادة خطرة أيضا سواء كانت بهذه الصيغة أو بتلك الصيغة. والذين يعملون في مجال فحص التربة لا شك أنهم وجدوا مثل هذه التربة أو مثل هذه المادة ضمن حبيبات التربة على شكل بلورات بمختلف الأحجام. فعندما تشاهد مثل هذه الأشياء فلا بد أن تقرأ جرس الإنذار وتلتزم بعدم إعطاء توصيات كمختبر، وتنبه المكتب الاستشاري لمثل هذا الأمر لأخذ الاحتياطات الضرورية واللازمة لتفادي مثل هذه المشاكل. طبعا قد يسأل سائل ما هي نوع الأساسات التي سنستخدمها في مثل هذه المواد، سيما وأننا ذكرنا في التربة الانتفاشية ما نوع التأسيسات التي سنأخذها. فصراحة من كبر الموضوع لا أستطيع أن أغطي مثل هذه الجزئية في مثل هذه المحاضرة وفي هذا الوقت القصير. فلذلك إذا سمح لنا الإخوة القائمون على هذا البرنامج الفاضل بمحاضرات مستقبلية فسنكمل ما بدأناه ونقول ما هي نوع التأسيسات والاحتياطات التي يجب أن نأخذها لتفادي مثل هذه المواد. طبعاً dissolution rate نسبة يعني ذوبان الجبس حسب إحصائيات عالمية ماذا يقول؟ يقول لك أنه it measured about 3 meter along each edge and dissolved away completely in about 18 months. 3 أمتار ذابت أو
اختفت خلال سنة ونصف، وهذا قد رأيناه واقعا في بعض المناطق دون ذكر اسم المنطقة، أن الهبوطات بلغت فعلا 3 متر. طبعا نحن كمهندسين نتكلم عن فيو مليمتر، 25 مليمتر للأساسات السطحية و50 مليمتر للبشة أو الحصيرة و10 مليمتر إلى 12، بأسوأ الاحتمال 15 ميلي إلى الأوتاد. فالآن نتكلم عن أمتار. إذن the water flow rate passed, it was about 1 meter per second. Calculation show that approximately 1 meter of gypsum a year can be removed from a gypsum face by a water flow of about 1 meter per second. يعني إذا كانت عندنا جريانات 1 متر بالثانية فستذوب طبقة الجبس بمقدار 1 متر في السنة. طبعا أحب أن أذكر مثال بسيط على سرعة ذوبان مثل هذه المواد، أن جميع أو أغلب عمليات نزح المياه، ركزوا على هذه النقطة جيدا، تتم بغير دراسة، ويعتمد أو تعتمد الشركات التي تنفذ هذا العمل على الخبرة أكثر مما تعتمد على دراسات هيدرولوجية للمنطقة. وقد مر معي أحد المشاريع وعملت له معاينة دون ذكر اسم المشروع، وكان القبو الثاني أو بلاطة القبو الثاني شبه مغمورة بالماء. وفي مشروع قريب من المشروع الموجود على بعد أكثر من 500 متر، لكن عدد الأقبية ممكن يكون 4 أو 6. فعندما زرنا المشروع بعد سنة لم نجد نقطة ماء في القبو، فكان الطرف الثالث يقول الأمور طيبة، لا يوجد ماء وتمام وإلى آخره. فقلت له عجبا، نظرت يعني إلى الجوار فوجدت أن هناك مشروع قيد التنفيذ. إذن على بعد مئات الأمتار أكثر من 500 متر، نظام نطح المياه شفط المياه من تحت المبنى. طبعا المبنى ليس وحيدا في المنطقة، إذن لكم أن تتخيلوا كم هو تأثير عملية نزح المياه الغير مدروس. لأني أتحدى وأنا مسؤول عن هذه الكلمة أن يكون هناك مقاول يعمل نظام مراقبة لمستوى المياه في الجوار، وأيضا يدرس نسبة المواد الذائبة في المياه من أملاح وغيره، وأيضا نسبة احنا نعرف فيزيكالي نقول fine washing، washing of fine يعني غسل أو leaching of fine يعني غسل المياه المواد الناعمة. لا، الموضوع أخطر من ذلك بكثير، الموضوع هو موضوع غسل أو إذابة الصخر بالكلية. لأنه عندما يحدث هناك عملية شفط للمياه يحدث ما يسمى water pumping development، فيحدث مثل تشانل، وهذه تسحب من هذه الأملاح حتى تذيب الصخر وتحدث مشاكل كثيرة. وهذا يعني أعتقد حدث في كثير من المشروعات البنية التحتية وبعض الأبنية، عندما مثلا حدثت جريانات نتيجة مثلا كسر أنبوب ما، أو نتيجة مثلا انهيار نظام صرف ما، فحدثت يعني عمليات تسرب للمياه إلى هذه الطبقات وحدثت انهيارات غير متوقعة. في إسبانيا أيضا
عملوا دراسة وقال لك إنه إذا كان جريان الماء عبارة عن 0.35 متر بالثانية، فهناك تقريباً 40 سنتي متر من الجبسون تذوب أو تذهب مع المياه. وإذا كانت نسبة جريان المياه 99.99 متر بالثانية تكون تقريباً 0.85 متر للجبس. إذن مادة سريعة الذوبان. هذه يعني البوكس هذا رقم 4 بس للاستئناس، وقرع جرس الإنذار للإخوة المهندسين لكي ينتبهوا إلى مثل هذه المادة. Building damage classification for subsidence damage survey، يعني هذا بالUK عملوا تصنيف للأبنية حسب خطر هذه المادة ونسبة ذوبانها. فمثلا هنا هذا الجدول يقول لك change of length of structure، يعني إذا تغير الطول أو الأبعاد المنشأة حتى 0.3% متر، هذا يعتبر class of damage very slight or negligible، يعني hairline cracks in plaster perhaps isolated slight fracture in the building not visible from the outside. من 0.3% إلى 0.6% slight. Several slight fractures showing inside the building. Doors and windows may stick slightly. Repairs to decoration probably necessary. من 6% إلى 12% متر appreciable. يعني هنا بدأ الخطر، وهكذا من 0.12 إلى 0.18 severe. وأكثر من 0.18 متر very severe. يعني نحن لاحظنا أن هناك يعني هبوطات مخيفة. يعني أنا عندي بعض الصور المأخوذة من أحد أو من الصحف المحلية في الإمارات لإحدى المناطق، سأعرضها بعد قليل، حيث أن المنطقة يوجد فيها مثل هذه الموارد. إذن هنا إذا طبعا قد يسأل سائل أنني هنا أسهبت وكتبت كثير، لأنه أحيانا في ناس مثلا ما تحضر المحاضرة لكن ممكن تحب تقرأ، فعندما تقرأ في محاضرة تريد أن تفهم شيء ما، فأحببت أن أضع يعني نصوص كاملة حول هذه المادة. إذن هذه المادة لا تظهر على السطح ولا يعني تظهر بشكل نتوءات وغيره وطيات وغيره، لكنها تكون بين حبيبات التربة، وعندما تذوب يعني تفكك هذه التربة وتبحث التربة عن حبيبات التربة عن أماكن أكثر استقراراً، وبالتالي تحدث هبوطات، وهذه المادة نتيجة التبخر تترسب ضمن فراغات من التربة على شكل جيوب، الجيوب قطنية يعني مثل القطن. يعني من يعمل فحص التربة يجد إنه هذه المواد يعني كأنك تنفش القطن في وتظهر يعني مثل البودرة أو ملحية إلى آخره، جيوب. وهذه يعني ثبت أنه كثير من المنشآت التي تم استبدال التربة لأكثر من مرة بمواد هندسية مدروسة ومراقبة وإلى آخره، وبالتالي كلما استبدلت التربة كلما هبطت وحدثت المشاكل. مثلا إحدى المناطق، لاحظوا أنا طبعاً مذكور بين السطور أن الكربونات اللي هي CA وCO3 والجبس هما يعني مادتان أو وجهان لعملة واحدة. فإذا كانت هناك الكربونات كثيرة كان الجبسوم قليل، وإذا كان الجبسوم قليل كانت الكربونات كثيرة، كما تشاهدون هذه العينات في حفر مختلفة أو جسات مختلفة.
نسبة الكربونات عالية جدا بينما نسبة الجبس منخفضة. ماذا كانت النتيجة؟ انظروا إلى النتيجة. هذه الصور من جريدة الإمارات اليوم في تاريخين مختلفين، 9 فبراير 2008 و22 فبراير 2010. طبعاً للأسف أن المكاتب الهندسية يعولون كثيراً. أنا أحب أن يعني أضع بين قوسين ملاحظة مهمة جداً، أنه غير مطلوب من مختبر التربة أن يعطي توصيات هندسية لنوع المباني نوع الأساسات، فمختبر التربة مثله مثل مختبر طبي. المختبر الطبي يعطيك النتيجة والطبيب هو الذي يحللها ويعطي التوصيات والأدوية. والآن كل تقارير التربة تضع في آخر التقرير فقرة تحد من صلاحية تقرير التربة، وعلى المهندس هو بنفسه أن يستخرج معاملات التربة بناء على تقارير التجارب الموجودة في تقرير التربة. إذن تقرير التربة إذا أخذ كما هو كانت النتيجة كما ترون. يقول لك أساسات سطحية، يلا بنا أساسات سطحية. يقول لك بيفمنت ما في مشكلة، هذا أسفلت مرن يتحمل، هذه النتيجة. طبعا لاحظوا عندما عمل فحص جيوفيزيائي، طبعا فحص جيوفيزيائي حديثا يعني تم تطبيقه، سابقا لم يكن موجود أو لم يكن يطبق. والفحص الجيوفيزيائي مثل السكانر، مثل التصوير الشعاعي بالمختبرات الطبية، لكن خطأ المختبرات الطبية يودي بحياة إنسان، لكن خطأ المختبرات الهندسية يودي بحياة عائلة أو حياة مجموعة من الناس أو حتى يعني حي كامل. لاحظوا هنا الإشارة البيضاء للطبقات وكأنه لا يوجد مواد، يعني شير ويف فيلوسيتي ضعيفة جدا. ويأتي ما يسمى سبر المعايرة كالبريشن بورهول، كالعملية الجراحية الذي يثبت ما توصل إليه التقرير الجيوفيزيائي. ومع كل هذه المشاكل أتت التوصيات، يلا شلو فاونديشن، يلا بنا، هذا جدار، هذا سور، ما عليه حمولة، الأمور طيبة إلى آخره. إذن الاستهتار خطير جدا. وهذه الصورة مأخوذة من جريدة الاتحاد الإماراتية، يعني لا أتي بصور من عندي سنة 2008. نقطة ثانية، أحد الطرق المحلية، طبعا أنا أعرف أن المهندسين يحبون كثيرا الأمثلة الواقعية والعملية، لأنه الغوص في النظري ملوا منه كثيرا، فيريدون أشياء عملية وواقعية تفسر لهم ما يحدث. مثلا هذه البقعة الكبيرة، طبعا الذي لا ينتبه يقود سيارته ممكن يصير حادث كبير، طبعا الهبوط يعني ممكن في أكثر من متر تقريبا، لكن الصورة ما هي واضحة كثير. فحتى لما أتينا بالحفارة نريد أن نحفر لم نتجرأ أن نأتي إلى وسط الحفرة، فأتينا إلى أحد أطرافها وحفرنا خوفا من أن تغوص الأرض بالحفرة بالحفارة. كانت الأخوة نسبة الكربونات 57.59 ونسبة الأملاح المنحلة 83.77. لاحظوا هاي العينة قبل الفحص وهي العينة بعد الفحص، لاحظوا نسبة الأملاح وكأنها الثلج. طبعا كثير من المهندسين يمر على هذا مثل هذه الاشياء ويقول لك تقرير التربه اعطاني توصي، اعطاني سي بي ار 20%، الامور طيبه، ما في مشكله، الطريق ما راح يسبب مشاكل، وهذا الطريق بالاخير. لكن للاسف لاحظوا النتيجه. طبعا هذه
الحقائق طبعا سبق وذكرناها، لكن هنا أنا وضعت هذه الحقائق أيضا ليستأنس بها المهندسين إذا أرادوا أن يقرأوا المحاضرة ويفهموا أكثر. وحكينا عن نسبة الانحلال وكم متر وكم إلى آخره، فهذه معلومات زيادة من مراجع أخرى. على نقطة أخرى مهمة، وعلى يعني المهندس ألا يغفل عنها، ما هي هذه النقطة؟ ما يسمى الكالكيريوس ساند فورميشنز، أي الترب التي تحوي ضمن مكوناتها على حبيبات مصدرها عضوي كالقواقع. منذ فترة رأيت أحدهم نشر يعني ما يسمى بوست على لينكدين من شركة عالمية، ويقول أننا عملنا الديناميك كومباكشن كما تعرفون والديناميك ريبليسمنت في ترب نسبة الشيلز فيها كبيرة جدا. عندما تنظر إلى الصورة لا ترى إلا القواقع. فقلت له أن مثل هذه الترب خطيرة ولا يؤسس عليها حتى لو عملت دايناميك كومباكشن أو دايناميك ريبليسمنت. قال لماذا؟ قلت له أن هذه أولا شيء فيها الكراشابيليتي أنه تتكسر، وأيضا الكومبريسيبيليتي، وأيضا ممكن أن تتحلل. ولو قرأتم عن هذا الموضوع في المراجع تجدون فعلا أن هذه حتى في البحر عندما تعوم في المحيط إلى آخره ترجع وتترسب وتتحلل، تصبح يعني تربة مثلها مثل تراب البحر. إذن هذه المواد تتحلل وتتكسر وتنضغط وإلى آخره، ويأتي يقول لك عملنا فيبرو كومباكشن، عملنا ديناميك كومباكشن والأمور طيبة. إذن أنا سأريكم صور لأحد المشاريع عملوا التحسين وعملوا وعملوا لكن النتيجة كانت كارثية. انظروا هذا مثلا تقرير التربة، هذا حالة يعني كيس ستدي، وين ما رأيتم بالوصف كالكوريوس ساند، كالكوريوس ساند نيميروس شيل فريجمنت. المهندس يقرأ مثل هذه الأشياء لا ينتبه لها، كالكوريوس ساند جرافلز اند نيميروس شيل فريجمنت. مرة معي في أحد المشاريع أن أحد المختبرات العالمية الكبيرة، وهو أكبر مختبر في العالم تقريبا وله فروع في كل دول العالم دون ذكر اسمه، فيأتي يعمل التحليل الحبي على العينات أو تجربة السيف أناليسيز ويكتب لي very gravelly sand. أقول له يا أخي والله العظيم لا يوجد جرافل، أنا وأنت نذهب إلى الموقع ونرى وين الجرافل. طبعا هو لم يذكر بالاسم أن هذا الجرافل هو قواقع، يقول جرافل بالنسبة له روتينينج على مخ معين فمعناه هذا جرافل. يا أخي أنت مهندس استخدم الجاجمنت، استخدم الكذا، قول يعني هذه قواقع حتى أنت بلا المهندس. إذن لاحظوا كالكوريوس ساند جرافلز أند نيميروس شيل فريجمنتس. شو يعني شيل فريجمنتس؟ ما لا أحد ينتبه لها فيو شيل فريجمنتس إلى آخره، هذا من عمق صفر إلى عمق 16-17 متر. طبعا كانت التوصية يلا فينا نضع الاس بي تي، كانت ميديوم دنس مثلا 30 الى اخره، يلا على شلو فاونديشن. والشلو فاونديشن لاحظوا ماذا اتتنا بنتيجه، لاحظوا طبعا السكان يقول لك والله في الليل او عندما نجلس في البيت نسمع طقطقة كأنه واحد تتكسر عظامه. طبعا تقول للمهندس لماذا فعلت هكذا، لماذا صممت هكذا، يقول لك تقرير التربة قال شيل فاونديشن بيرنج كاباسيتي 150 كيلو باسكال امور طيبه، وانا بحتاج ل 100 كيلو باسكال يعني فيري لايت ستراكشر. احدهم قال لي والله ذهبت في الصيف اجازه وبيتي ما كان فيه شق، رجعت بعد شهرين من اجازه انظر البيت ماذا حدث به. قلت له انت تتوقع انه بيتك سيحدث له مثل البيوت الاخرى؟ قال واكثر.
لأني أعاين وأرى وأشوف بعيني ماذا يحدث. طبعاً وكل سببه أنه وجود التراب الكربوناتية لأصلها عضوي. طبعاً هنا أحد المكاتب الاستشارية العالمية عندما وضع مواصفات لمثل هذه التراب يعني لاستخدامها في الردم وخاصة في الجزر الصناعية قال لك نسبة الشل 10%، لكن اذهبوا إلى الجزر واذهبوا إلى الأماكن التي عملت نتيجة الدريجينج تجدون القواقع على وجه الأرض وكأنها حصى من كثرها، لا 10% ولا من يحزنون. طبعاً الآن أنا أحببت في هذه العجالة أن أزيد من شهية المهندس لهندسة الجيوتقنية، لأنه الطعام بدون بهارات قد لا يستسيغه الكثير، فهنا بهارات الجيوتكنيكال تظهر هنا في الطبقة المسمى جاشساران فورميشن. هذه جاشساران فورميشن طبعا موجودة في معظم دول الخليج وإيران والمناطق التي تقع في الخليج العربي، لكن نحن عندنا معلومات هنا يهمنا في عندنا في الإمارات. عندما تأخذ مقطع جيولوجي لمثل هذه الطبقات تظهر أو ترى العجب العجاب، طبقات الجبس البيضاء مع الحجر الطيني. فهذه الطبقات خطيرة جدا. يقول لك أنا وضعت البايل على الصخر أو في الصخر ونسي أو تناسى أنه وضعه في صخور رسوبية قابلة للتحلل وبكميات كبيرة جدا مع الوقت. طبعا احنا الآن بلغ علينا ساعة وإن شاء الله نخلص على الوقت بإذن الله. والله يا دكتور ساعة ونص من نكمل النقاش. اي ما في مشكلة ابدا، يعني ما شاء الله هي المعلومات غزيرة ورائعة جدا جدا، لكن احنا مشان ما تسرع انت مثل ما قلنا الباب مفتوح لك بالمحاضرات، كل فترة تكمل المحاضرة ابدا، لاني ما شاء الله معلومات حقيقة قد لا تسمعها، وبس يدخل النقاش مشان ما نطول عليك منكمل ان شاء الله. الظاهر حبيت بهارات الجيوتكنيكال. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل. الله يعطيك العافية. فطبعا هذه المواد أنا مع دائما إطالة الأوتاد بها وعمل ما يسمى over design. لماذا؟ لأنه كلما طال الوتد فيها كلما قللنا من عملية تأثر هذه الطبقات بحركة المياه وذوبانها وإضعاف قوة الاحتكاك للأوتاد، وكلما قصرت كلما زادت سرعة انهيار الأوتاد وبالتالي المباني. أنا رأيت بأم عيني أبنية مالت عن الأفق أكثر من 20 و30 درجة وهي مبنية على أوتاد. لماذا؟ لأنهم وضعوا الأوتاد واستخدموا ما يسمى تقنية CFA، بايلات CFA، وهي هذه المكنات لا تخترق الصخور بأكثر من نصف متر، إذن وضعوها على سطح هذه المواد، ونتيجة وجود الجريانات والأمطار وعمليات الري الغير مقننة أو المدروسة فهبطت هذه البايلات وحدث ما لا يكن في الحسبان. هذه ماذا تعرفها؟ ماذا نعرفها؟ هذه المواد هي عبارة عن تتابع قاعدي متبخر سميك يتألف من كربونات ومبخرات مع مار وحجر جيري رقيق، لا تشكل نتوءات طبيعية على السطح، ومع ذلك فإن انحلال الكربونات والمتبخرات داخل هذا التكوين يتسبب في تكوين فراغات تحت السطح في منطقة أبوظبي. أنا قلت في أبوظبي لكنها موجودة صدقوني في كل منطقة الخليج. من الأشياء الطريفة أن أحد المشاريع وعند عمل البيفمنت الطريق الداخلي وأثناء الساب بيز والرود بيز حدثت فتحة ما يسمى سينك هول، فاجتهدت شركات عالمية
واجتهد المقاول الرئيسي وقال يا أخي هي حفرة صغيرة أملأوها برود بيز بحصويات وكمل الطريق. فما كان من الطريق عند أول هطول مطري إلا أن انهار. فقالوا يا أخي نقطع الشك باليقين، نصب بلاطة على عرض الطريق ونخلص من هالمشكلة، شو إحنا فاضيين كل يوم نيجي نصلح؟ فصبوا بلاطة على عرض الطريق وعلى طول القطعة مقابل إحدى المساكن. وعندما حدث مطر، لا أقول غزير لكن هنا المطر يعني نادرا، فكأنه زلزال ضرب الطريق. فما كان من المقاول إلا أن أتى بعد أن أزال يعني مخلفات الطريق والمواد وجزء من سور البناء المجاور وإلى آخره، إلا أن أتى بتنكر ماء من 5000 جالون وسكبوا بالأرض. قال بدي أشوف المي وين راحت، لأنه مية المنطقة كلها بلعت الأرض. فأراد أن يكحل الموضوع فعماه. قال لي أنا ما أعرف يا أخي وين راحت المي. فعندما درسنا الموضوع وجدنا أن هناك يعني ليس تكهف بمعنى التكهف، لكن أرض ضعيفة بمعنى التكهف أشبعت الماء نتيجة المياه المطرية والمياه سكبها المقاول، يبلغ طوله 50 متر وعرضه 30 متر تقريبا. طبعا عملية بناء الفيلا لم تكلف 600-700 ألف، لكن عملية الإصلاح كلفت 2,600,000. طبعا لو انتبهنا للموضوع من البداية كان حلينا المشكلة وما وصلنا للنتيجة اللي وصلناها. إذا عندما تظهر ظاهرة جيوتقنية، رجاء ثم رجاء لا تجتهدوا واستدعوا المتخصصون لعمل الدراسة اللازمة للوقوف على مصدر المشكلة وطريقة حل المشكلة. طبعا على الرغم من وجود بعض الفراغات في الصخور غير القابلة للذوبان، يعني الآن واحد يقول لك يا أخي هاي الصخور موجودة ممكن على عمق 20-30 متر، لكن على السطح موجود مثلا ساند ستون، موجود سيلت ستون، فكيف تحدث تكهفات؟ نعم تحدث، لأنه عندما يحدث فراغات في هذه الطبقات الجبسية المد ستون والجبس المتحللة، فيحدث عملية هجرة للمواد من الطبقات العليا، فيحدث ما يسمى سينك هول. لاحظوا هنا مثلا هذه الخريطة، يعني هذه الخريطة ليست من بنات أفكاري لكنها منشورة في المؤتمر 14 للتجويفات أو للسينك هولز. لاحظوا مثلا منطقة أبو ظبي، أكثر المناطق أبو ظبي آيلاند، خليفة سيتي، زايد سيتي، شخبوط سيتي، إذن هذه الطبقة موجودة في كل المناطق. طبعا في المملكة العربية السعودية لو هذا لو شئتم، أنا عندي يعني بعض المشاكل الموجودة فهي أكثر بكثير أيضا من هذه المشاكل، لكن نحن يعني على سبيل المثال للاستئناس وشد يعني انتباه المهندسين لمثل هذه المشاكل. طبعا وهذه الطبقات شوفوا سماكتها أكثر من 30 أو تجد على عمق أكثر من 30 متر تحت مستوى الأرض الطبيعي below ground level. مثل ما قلنا أن هذه القاش ساران هي يعني أم التكهفات، وتحدث ما يسمى السينك هول نتيجة عملية هجرة المواد من الطبقات التي تعلوها. طبعا هنا مثل الشجرة، يعني بعض الباحثين وضعها، قال لك أول شيء تسأل نفسك البيد روك يونيتس مثلا الصخر ما نوعه، هل هو صخر قابل للتحلل أو غير قابل للتحلل؟ إذا كان غير قابل للتحلل معناها ما في مشكلة، ما راح يحدث تكهفات. لا قابل للتحلل وهو الأغلب مثل ما شفته بالخريطة، معناها نسأل نفسنا كم عمق هذا الصخر، على أي عمق يأتي؟ إذا كان أكثر من 30 متر معناها مشكلة أنه يحدث سينك هول، مشكلة قليلة أو يعني احتمال ضعيف، احتمال ضعيف. وهذا لاحظناه، يعني أكثر المناطق التي تم حقنها يعني نحقن لل15 متر لل20 متر، قليل جداً لل30 متر، قليل جداً.
الآن إذا كان سماكة هذه الطبقات أقل من 30 متر، نسأل نفسنا عدد الكافيتي دنسيتي، يعني عدد التكهفات الموجودة في الكيلومتر المربع. مثلا هنا أصغر من 1 كيلومتر مربع، يعني لو تو مودريت بروبابيليتي. لا، إذا كانت أكثر من واحد بالكيلومتر مربع، إذا كانت أقل من 1 كيلومتر مربع، يعني أنت أكيد في دراسات، يعني بكل المناطق في دراسات الجيولوجية وخريطة جيولوجية لكل منطقة يقول لك إذا كان عددها أقل من واحد مثلا بالكيلومتر مربع معناها احتمالية حدوث التكهفات ضعيفة. لا، إذا كانت أكثر من واحدة بالكيلومتر مربع نسأل على الكافيتي مثلا ثيكنس، أبعادها، يعني أقل من 3 متر نسأل السؤال التالي distance to the nearest cavity، من ال 400 إلى 210 إلى 400 متر moderate to high probability. طيب أقل من 210 high probability. طيب إذا كان الكافيتي ثيكنس أكثر من 3 متر إلى أقرب نقطة مثلا من 600 إلى 400 متر moderate to high probability. لا، من ال 210 إلى 400 high probability، أصغر 210 very high probability. إذن لابد للمهندس من أن ينظر بمنظار على كافة الاتجاهات، والاتجاهات طبعا الأفقية والعمودية فوق تحت إلى آخره ليرى حجم المشكلة، ولا يستهتر إنه والله مبنى المجاور أصابه مثلا مشكلة أو هبوط أو تكهف إنه أنا بعيد عنه. لا، شوف المسافات هاي، تستأنس بهذه الخريطة. طبعا من الأشياء اللي أنا حبيت أذكرها ويركز عليها المهندسين، لأنه هذيك اليوم كان في نقاش على المجموعة تبعنا مشهورة Structural Engineer، إنه ما بعرف نسأل سؤال إنه إذا الصخر ما بعرف شو صابه ومدري شو، فأنا قلت له ممكن الصخر يتحلل، ممكن، قال معقولة في لا durability، تجربة durability إنه شو بيساوي، قلت له في durability على التربة، في durability على الصخور، فما صدق، قال شو الديورابيليتي على الصخور، يعني أنا بعرف في ديورابيليتي على الخرسانة. طبعا أنا لوقت قريب نتيجة يعني وجودي في أماكن مثلا انحرجت فيها وسألت هيك سؤال، فبحثت فوجدت أنه في فعلا ديورابيليتي على الصخور. أيضا إحنا اللي بنعرفه بالصخور طبعا هذا للاستئناس للمهندسين، بقول لك مثلا الصخر اذا كانت مقاومته واحد اصغر من 1 جيجا باسكال شو بيكون؟ اكستريملي ويك، فيري ويك. طبعا هذا حسب المرجع المشهور اي اس ار ام 1978. واذا كانت المقاومه من 1 ل 5 شو بيكون؟ فيري ويك، ومن 5 ل 25 كذا، وبوصف لك الصخر يعني ممكن تحكه بالاطفر، ممكن كذا، ممكن من مطرقه جيولوجيه. طبعا هذا لست في صدد انه مثلا اشرح التفاصيل، فممكن تقرا هذا ممكن تفهمه لمن يريد ان يتوسع. طبعا هذا تكمله لما سبق. انا اريد ان اصل الى نقطه اخرى، طبعا وهذا مثل سابقه بس من مرجع ثاني، فكل المراجع تلتقي على نقطه واحده، وقلنا هنا نحكي عن خواص فيزيائيه. فيزيائيه، انتبهوا، ما في موديل، ما في سوفت وير حتى الآن يتعامل مع التربة من الناحية الكيميائية. وسألت هذا السؤال لشركة بلاكسيس والمحاضرين اللي عم يحاضروا والمهندسين، وسألته لشركة ميداس، واثنيناتهم وقفوا يعني مذهولين، قال والله أول مرة بنسأل هيك سؤال. طب أنتوا شو لك، أنتوا شو عم تسوي موديلينج على الفيزيكال بروبرتيز؟ ما هي ملينا منها، كلنا صرنا نعرفها، من 1+1=2 معادلات موجودة إلى آخره. وبعدين السوفت وير او الفاينيت اليمنت مثل ما هني بيقولوا، مو انا بقول لك، رابش ان يساوي رابش اوت، فما حد عم ياخذ بعين الاعتبار المواصفات الكيميائيه. فانا اريد ان اصل الى نقطه الى هنا، الروك ماتريال ستابيليتي ان ووتر، هذا هو مربط الفرس. هنا بقول لك تغمر الصخر. من كم يوم التقيت باحد الاخوه اصحاب المختبرات، قال وجدنا صخر معين عندما وضعناه في الماء أصبح كأنه سكولت، يعني تعرف سكولت هيكل عظمي، يعني ذابت معظم مكونات الصخر وبقى كأنه هيكل عظمي. طبعا من هنا نأتي إلى هذه التجربة، نقول رك ستابيليتي إن ووتر، تأخذ عينة الصخر تضعها في الماء لمدة 24 ساعة،
تشوف مثلا انه حدث تغير ولا ما حدث. لا not change grade 1. طيب fairly stable few في شو يعني تشققات صغيرة تتشكل بالعينة ممكن crumble slightly ممكن تنحك وتسقط على العينة أو many fissures are formed and broken into small lumps يعني قطعة صغيرة قطعة صغيرة طبعا هون اثنين هون ثلاثة طبعا unstable لما بيكون specimen disintegrate or nearly the whole specimen surface crumble مثل ما قال الأخ قال صارت مثل السكولت مثل الهيكل إذا هاي unstable the whole specimen become muddy or disintegrate into sand يعني بتفرط العينة إلى مواد أولية طبعا هذا جاي من engineering rock mass classification LCR الايزو 14689-1 لسنة 2003 طبعا من التجارب الاخرى في تجربة اسمها سليك ديورابيليتي ايضا كمان تعريض العينة لسايكل من الترطيب والتجفيف لمدة 10 دقائق فلدورة واحدة 10 دقائق لدورتين 10 دقائق وبالتالي تقييم الصخر very high durability اذا كان اكثر من 99 أكثر من 92 هاي ديورابيليتي الآخرين نأتي لونها very low durability إذن الجبسم إذا عرضناه لمثل هذه الأمور هو من very low durability وعلى علمي المتواضع يعني وخبرتي الواسعة في مختبرات لم أرى مختبر يوما ما عمل مثل هذه التجارب ليقف على ديمومة الصخور لأنه لا استشاري نبه ولا هو عنده علم بهذه المواضيع طبعاً نحن هنا نركز على الRQD طبعاً تجد أنه أنت بالRQD مثلاً إذا كان أقل من 25 إلى 50 إلى آخره طبعاً تجد في كثير من الجسات بورولوك الRQD أصغر من 25 very poor وأعطيك مقاومة مثلاً الأنكونفايند 2-3 ميجا باسكال يروح المهندس يقول يا أخي ليش تصمم أنت على 1 ميجا باسكال ولا نص ميجا باسكال خد 3 خد 4 خد 5 مثل مطالع معك يا أخي الصخر لا ينظر له فقط من الأنكونفايند يوجد بارامترات كثيرة تأخذ بعين الاعتبار أثناء تصميم في الصخور من هذه البارامترات الأركيدي يعني الRQD إذا طلعت أصغر من 25 يعني الصخر very poor لأنه هو عندما يكسر العينات ما يروح يكسر من الطبقات الضعيفة يأخذ عينات أكبر من 10 سنتيمتر بالمناطق اللي يجي فيها كور كبير ويعمم طبعا هذا التعميم غلط أنت لازم تأخذ كل الكور وتنظر له نظرة ومن حضر فحص التربة على الأرض على الواقع ماذا يحدث عندما تمسك العينات هذه تستطيع يعني أن تؤثر عليها بأظفرك أو ممكن تكبس عليها تنضغط أو ممكن تضربها في الأرض تصبح مثل كوم العجين الذي يحدث أنه أغلب المختبرات وهي ليست ضربا في المختبرات لكن هذا واقع أنا عايشته وأعرفه يأخذ العينة لأنه في عنده ضغط شغل ما بيحسن يكسر العينة بنفس اليوم إذا أخذ العينة وتكرم عليها ولف ببلاستيك وحفظ على رطوبتها من الموقع للمختبر يعني هذا خير وبركة لكن ما يحدث في المختبر أنه يضعها في الصناديق وتبقى أيام ممكن نص شهر ممكن 15 يوم أقل شيء أسبوع ويجي يكسرها لما يكسرها تعطي مقاومة عالية جدا ويحط لك هالمقاومة هاي ويقول لك طلع معاي كذا كذا طبعا احد الاساتذه في الجامعه ما بعرف اذا خريجي جامعه حلب سمع هذه القصه انه احد دكاتره الجيولوجيا يوم من الايام كان يدرس ماده فاتى مجموعه من الطلبه اخذوا قطعه جبنه من كثر ما ملوا من الجيولوجيا وقالوا والله نساوي مقلب في الدكتور اخذوا قطعه جبنه جففوها في العراء تحت الشمس والهواء وصارت كالصخره فاتوا بها الى الدكتور قال الدكتور وجدنا هذه الصخره ما عرفنا شو نوعها فأخذ الدكتور المشرط وبلش يحك في هذه العينة يقول هذه ما بعرف شو هذه ما بعرف شو يعطيها أوصاف والطلاب يضحكون فعرف الحقيقة الدكتور إذا أنا أقول ما ينطبق على قطعة الجبن ينطبق على قطعة الصخر أيضا فعلى المهندس أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع
ويراقب العينة منذ خروجها لساعة كسرة ويتأكد أنه انكسرت وهي محافظة على رطوبتها كاملة كما هي، لأنه أكثر من 1 ميجا باسكال مستحيل 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 الصخور الرسوبية تجيب. يعني أحد المشاريع المهمة تم حفر سبور من مختبر عالمي 160 متر وصمموها على بارت بايل، فكانت هذه البايلات، يعني البارت بايل يعني من لا يعرف البارت، هي عبارة عن بايلات مستطيلة يعني عرضها مثلا 80 سنتي وطولها 280 ونزلوا فيها 80 متر. لم يأخذوا طبعا اللي صمم البايلات شركة عالمية يعني متخصصة في هذا المجال لأن يبلينج ووتس، لم يأخذوا في التصميم أكثر من 1 ميجا باسكال، ويأتي مختبر أو مكتب أو شركة أنيبلينج ووتس ويقول لك يا أخي يعطيني مقاومة 4 ميجا باسكال، كيف أنا بدي أصمم لك على 1 ميجا باسكال؟ انتبه يا أخي، ويوجد هناك مراجع تقول لك أن الصخر حدود مثلا المقاومة تبعه، أنت كمهندس ممكن تنتبه للموضوع هذا. أنا لفت انتباهي مرة مناقشة يقول لك أنا ذهبت إلى أحد المشاريع وكان تكسر الصخر بالنقارة. إيه هذا ليس يعني أن الصخر قوي، يعني الجبس أنتم مثل ما شفتوا 24 ميجا 25 ميجا باسكال يعني قوي جدا، فلا يكسر إلا بالنقارة، لكن هو جبس كت عليه مي بيصير كالعجين. فيجب أن ننتبه لمثل هذه الأشياء ولا نعمم لأنه في التعميم خطر. أنا سأضرب لكم كيس ستدي، طبعا أنتم على ما يبدو أحببتم الكيس ستدي واستأنستم بها. مثلا انظروا إلى هذا الطريق، طبعا نحن اقتطعنا الصورة من أحد الصحف المحلية. فالطريق عندما أصيب في هذه المشاكل والهبوطات الكبيرة جدا، طبعا أتت مكاتب استشارية كبيرة وقالت إيه المشكلة بالثلاث أمتار من الأعلى، دعونا نستبدل هالثلاث أمتار يا أخي نقطع الشك باليقين. مثل المثل اللي ضربت لكم إياه منذ قليل، قلت لكم بلاطة على عرض الطريق ولما يجي المطر انكسرت البلاطة وانهار الطريق. فهون يجوا الشباب قالوا إيه 3 أمتار بسيطة منشيلها منبدلها حجر. كم الكوست هذا الحجر؟ كثير جدا، 3 أمتار على طول طريق مئات الأمتار مكلف جدا بالملايين. أين المصيبة؟ بعد أن استبدلوا هذا وبنوا الطريق وانتهوا من الطريق وضعوا الطريق للخدمة، أتت الأمطار فانهار الطريق وحدثت هبوطات أكثر من 1.5 متر. قالوا ماذا حدث؟ إذا احنا استبدلنا 3 أمتار كيف هبط الطريق؟ يا أخي إذا لم تأخذ الموضوع تأخذ الكأس وتنظر به من كل الجهات فتبقى النظرة قاصرة ولا تعطيك الـ يعني تعطيك تصور كامل عن الموضوع. طبعاً الفحوصات تظهر مواد مثل هذه، شوف، وأجوا الشباب اجتهدوا قالوا لك يلا خلينا نستبدل الحجر والحجر بيحل المشاكل. لا، الهندسة مثل ما بتعرفوا سلاح ذو حدين، تكثر تقتل وتقلل تقتل. فإذن لا تأخذ الأمور لا للإكستريم ولا تأخذها للشيء الأقل. طبعاً هذه المواد كيف نقلل من خطرها؟ إذن عدوها الرئيسي هو الماء، عدوها الرئيسي هو الماء. بقدر ما تبعد الماء عنها بقدر ما تطيل بعمر المنشأة، سواء طريق يجب أن يكون تصريف المياه من حول الطريق وعلى أكتاف الطريق بطريقة أنه ما تجي المياه لأسفل الطريق، تدخل لأسفل الطريق. وللأسف كثير من الطرق الداخلية والمحلية ما فيها لا تصريفات ولا شيء، يعني تجي الأمطار تجرف أكتاف الطريق وتمشي، فما بالك إذا كان موضوع على مواد مثل هذه المواد. طبعاً إحنا هنا ننتقل بكم إلى موضوع عملي اللي هو يا أخي كيف أنا أحسن مثل هذه التراب؟ لأنه قلت لكم إنه سبب المشكلة اللي تحدث بالتربة الرملية التي هي تجي فوق الصخور هاي هي سبب البارنت أو الفورميشن اللي هي الصخور الأم اللي هي جبسون ومادستون. فمهما استبدلت
خذوها قاعدة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام بإذن الله. مهما استبدلت التربة بتربة ريبليسمنت انجينيرينج ريبليسمنت وما بعرف شو، ستنهار هذه التربة sooner or later، ولن تطول يعني لا سنين ولا حتى أشهر يمكن بوجود الماء. فهذا ليس حل إنه هو استبدال التربة، هذا ليس حل أبدا أبدا أبدا. انتبهوا إلى هذه النقطة. طبعا عملية الديووترينج، أنا قلت لكم الديووترينج في مثل هذه المناطق من نسبة إلي من رأيي المتواضع يجب أن يمنع منعا باتا، ولا بأي ثمن يحدث ديووترينج، لأنه عملية ديووترينج معناها تنشيط لحركة المياه، حدوث فراغات، غسيل للمواد المنحلة، وبالتالي حدوث تكهفات وحدوث هبوطات كبيرة وكبيرة جدا. طبعا من الطرق التي جربناها وأثبتت نجاح وكان لها مرجعية في المنشورات العلمية هي إحدى طرق تحسين التربة، مثلا ما يسمى Deep Soil Improvement، استخدام Soil Mixing أو حتى Jet Grouting. طبعا قد يقول قائل أن التكلفة عالية ولا يستطيع أحد أن يتحمل، إذن أقول لك بكل بساطة أنت اخترت هذا المكان أو هذا المكان يعني أنت تريد أن تؤسس عليه، فلا بد أن تأخذ بهذه الاحتياطات حتى لا تكون التكلفة أكبر في المستقبل وتكون الثمن هو البيت نفسه أو المنزل نفسه أو المنشأة نفسها أو الطريق نفسه. طبعا Deep Soil Mixing هذه يعني إلى استخدامات عدة، لمن أراد أن يستزيد يقرأ المحاضرة ويعرف، لكن ما يهمنا أنه هذه الطريقة هي أيضا لمعالجة مثل هذه التراب. وقد قام الباحثين إذن السويل ميكسينج، شو البايندر اللي بيستخدم فيه؟ هو عبارة عن السمنت، وإذا كان كمان ممكن نضيف عليه بلاست فيرنس سلاك سمنت، هدول أكثر مادتين بيستخدموا، وتم نشر المقالات علمية ومراجع كثيرة أيضا حتى في مراجع عالمية مثل هنا FHWA. طبعا حسب ايضا بعض المقالات العلميه يقول لك الديب سويل ميكسينج وين يستخدم، اني سويل عضويه وستج جيبسوس اي شيء، سوفت سويل اند لوز ساند ار موست سوتابل، والجراوت اللي بيستخدم هو السمنت. طبعا ايضا اف جي بيل 2002 بالكتاب الهاند بوك تبعه جيولوجي هازاردز، كتاب قيم جدا في يعني ما بعرف أكثر من 700 صفحة، في يعني طرائف عن الجيو هازارد، يقول لك إنه السبخة soil can be improved by stabilization with cement. طبعا هنا يحيى محمد زين الدين وعامر الرواس 2011 سووا أبحاث في على مواد من سلطنة عمان، وأخذوا نسب إسمنت من مختبر 2.5 و5 و7.5 و10% وأجروا تجارب على العينات، وأثبتوا أنه هذه المادة تحسن مواصفات التربة وميتيجيت ذا ريسكس. طبعا قد يقول قائل وما هي كواليتي كنترول تيست اللي ممكن أعملها على مثل هذه العينات يتأكد أنه التربة قابلة للديمومة؟ يوجد الجواب في ما يسمى durability test حسب الستاندرد ASTM D559 لسنة 2015. هذه التجربة نحن قمنا بها وأجريناها حقيقة، ممكن أول مرة حتى المختبر أول مرة يسمع بها. تأخذ العينات وتعرضها ل 12 سايكل ترطيب وتجفيف ترطيب وتجفيف، ووحدة من العينات
بعد ما تجففها بتساوي لها مثل ما تقولوا هارشينج، يعني شو يسموه تريتمنت، يعني بتجيب فرشاه من نوع معين حسب الستاندر شو اسمه كمشط الحديد، وبتحكه في العينه حتى تتساقط كل المواد الناعمه او المواد اللي تفتتت نتيجه الترطيب والتجفيف. طبعا كيف تصنع العينه؟ هاي هن حكوا عليها كمختبر، انه بتاخذ العينه نفس تجربه الرص بروكتور وتصنع العينه وبتساويها. اما هون احنا مثلا سويناها على عينه، هسه احسن سبقنا الابحاث، سوينا سويل ميكسينج، سوينا سويل ميكسينج واخذنا عينات وسوينا عليها التجربه في المختبر. طبعا بيقول لك المرجع الامريكي يو اس كوربس اوف انجينيرز يو اس اي سي اي حسب شهادته وبغدادي 2001، التراب سيلتي ساند سويل لايك ذا وان يوزد ان ذا اس اس اي ماكسيمم ويت لوس من 11 ل 14%. يعني انت بعد ما تسوي تجربه الديورابيليتي اذا العينه فقدت من وزنها 14% معناها الامور طيبه، الامور طيبه ما عندك مشكله. طبعا هاي هون عملوا شو اسمه تصوير ما بالمايكروغراف سكانينج الكترون مايكروسكوب للعينه قبل المعالجه وللعينه بعد المعالجه، شافوا التغيرات فكانت التحسينات واضحه حسب الصوره المجهريه هاي المكبره ما بعرف كم ألف مره. ووجدوا انه نسبه السمنت للتربه 7.5% عطت نتائج ممتازه. طبعا هنا سنعرض لحل عملي قمنا به في احد المشاريع. عملنا السويل ميكسينج مثل ما تشوفوا العواميد هاي، كانت السنتر تو سنتر على ما اذكر تقريبا 3 متر، وحطينا الطبقات هاي مثلا عندك جيو تكستايل لاير وعندك 30 سنتيمتر روك فيل وعندك لاير من جيو جريد وعندك 20 سنتيمتر انجينيرينج فيل وعندك 20 سنتيمتر ثيك انجينيرينج فيل كمان سكند لاير وعندك 30 سنتيمتر رود بيز و14 سنتيمتر ثيك ساند وبعدين الانترلوك وبعدين انترلوك. طبعا هذه المشاريع او هذا المشروع صدقا مضى على الان انتهاء منه اكثر من 3 أو 4 سنوات ولم تحدث فيه مشكله واحده. طبعا هذه التجربه كانت يعني من اشرافي انا ودراستي وتصميمي ايضا، لانه مثل هذه التراب تريد حلول يعني مبتكره، وهذه لم نقرا عنها لا بالمراجع ولا قرانا عنها في اي منشور علمي، لكن طبقناها عمليا وعملنا الزون لود تيست وعملنا كورات وعملنا كل التجارب ونجحت نجاحا مبهرا. طبعا هذه طريقة السويل ميكسينج، يعني لا أدخل فيها كثيرا، لكن هنا بالرسم التوضيحي ثلاثي الأبعاد مبينة، مرحلة أولى ثانية ثالثة إلى آخره. هنا الصورة الواقعية، هذه صورة واقعية لأحد المشاريع، شوفوا السويل ميكسينج. دكتور محمد قاطعتك الله يبارك فيك، يعني معظم الزملاء يرى أني ندخل بنقاش ونكمل في محاضرة أخرى بعد الاستفتاء، فحتى لأني صرنا هلأ تقريبا 3 ساعة ونص و5 دقائق تقريبا احنا خلصنا، أنا نستطيع أن نقف هنا لكن بس على السريع. لأن النقاش راح يأخذ وقت ومشان وقت الزملاء. خمس دقائق. محاضرة ثانية من كم؟ الله يبارك فيك. 5 دقائق. شوفوا النقاط هذه النقاط السويل ميكسينج وهذه الطبقات اللي أتت فوقها قمنا بتجربة عملية المشروع الطريق اللي شفتوه هناك، سوينا موكب وسوينا العواميد هذه، وجوابا على طلب اقترحنا على الاستشاري المشروع واقترحنا على العميل انه يا اخي انت خايف من التربه الملحيه، راح نسوي لك طبقات الفوم ضمن الاعمده وبعدها نحط الجيوجريد وطبقات الطريق ونسوي لك زون لود تيست. ما اقتنع. طبعا عملنا له موديل ببلاكسيس انه اعتبرنا انه هي رافت
وتحت العواميد مثل ما انتم شايفين، شايفه هاي هيك، وقسنا نسبة الهبوطات طلعت 7 ملليمتر وما اقتنع. بعدها قلنا له يا اخي راح نجيب لك نساوي موديل مع الجيو جريد تنسار وما بعرف شو الاجريجيت ونطلع بالنتيجه. فكانت النتيجه انه كمان طلع معانا هبوطات 11 ملليمتر. اذا فاينت اليمنت موكب الى اخره، مشروع بالجوار الى اخره، ما اقتنع. لانه احنا بالاخير انا قلت لكم عندما لا نعمل حلول هندسيه نصير نخترع، نصير مثلا نروح للاكستريم ظنا منا انه احنا سنحل المشكله. لاحظوا هنا كان الاعتماد الحل اللي هو لا يخطر على بال انه يلا ساوي لي سي اف اي بايل كل 3 متر بايل وصب لي بلاطه فوقه. طبعا هذا الكلام ما عاد هو انجينيرينج ابدا. و الخلاصة هي التي ستجاوب على هذا الاقتراح. أنا أقول هل تقبلون أن 50% من الجيوتكنيكال هو عبارة عن عملية محاكاة وججمنت؟ الجواب عندكم، تجاوبون عليه إن شاء الله. وهل تقبلون كمهندسين الذهاب إلى الحلول المبالغ فيها مثل حل البايلات والبلاطة؟ إذن أعمل جسور وخلص. لكن أنا أقول أنها لن تنجح. لماذا لن تنجح؟ لأنه هذه البايلات مرتكزة على الطبقات الأم اللي هي قابلة للتحلل، وهذا النوع من المنشآت سيجعل المياه تتجمع بشكل أكبر من تحت وتذهب إلى التو ليفل وتضعف البايل. وأنتم كمهندسين تعرفون أنه عندما يحدث هبوط زيادة عن اللزوم في أحد البايلات سيحدث هناك ما يسمى شير بانشينج وفيلير وإلى آخره، وأنت تعرف طريق هذا معرض لديناميك كومباكش لديناميك موفمنت وإلى آخره. طب هوني أنت هل تقبلون استبدال الحلول الجيوتقنية بحلول إنشائية؟ إشارة استفهام مع 3 إشارات تعجب. لا، إذا قبلتوا بهالشيء هذا شو بدكم تقولوا بالأخير للعلماء والباحثين اللي قضوا كل عمرهم وهن يبحثوا بالتربة؟ ليش نروح لحتى نبحث تربة ونقول soil improvement وdynamic compaction وvibro compaction وvibro replacement وsoil mixing وjet grouting ورigid inclusions وإلى آخره وإلى آخره وإلى آخره؟ فالجواب عندكم. finally الهندسة الجيوتقنية هي عبارة عن فن، وليس كل مهندس يستطيع أن يكون فنانا في هذا المجال. وشكرا لإصغائكم وأسفين على التأخير، وأخذنا كم دقيقة زيادة، 10 دقائق تقريبا. وشكرا، ونترك المجال للأسئلة. استاذ دكتور الله يعطيك العافيه، هو مليح دخلنا، هو المحاضرات شيقه وكثير من الزملاء قال اوكي، لكن زملاء ثانيين الظاهر كمان عندهم ظروف وقت، فعم نحاول. لا انا ما انا حاسبها ساعة ونص. نعم انا حاسبها ساعه ونص. بارك الله فيك، الله يعطيك العافيه. انا بدي اسال سؤال قبل ما اخذ الزملاء، والزملاء من نعطيكم المايك، فرجاء ما حد يفتح المايك من عنده دون ما نعطيه انه يفتح المايك، بس مشان ما نشوش على بعض. دكتور انت قلت مكاتب التربية الآن بتحط ملاحظات وما بتوصف لك. طيب إذا مكتب التربية اللي هو اختصاصي لم يوصف لي، كيف لي أنا كمهندس سايت، كمهندس ديزاينر في مكتب إنشائي أو بيئة أو مساحة أو مهندس تنفيذ، كيف لي أن أوصف الحل الصحيح؟ وأنا أجيب على هذا مهندس عبد الحكيم بكل بساطة. تفضل. أي مكتب استشاري يعني متكامل الأركان، هل هذا المكتب مثلاً يتخلى عن مهندس الميكانيك؟ أكيد لا. يتخلى عن مهندس الكهرباء؟ لا. مهندس العمارة؟ لا. المهندس المدني؟ لا. المهندس الإنشائي؟ لا. كل المهندسين لهم أهمية. لكن يأتي إلى أهم موضوع ويغفل عنه، ولا يتجد أن مهندس من هذا بهذا الاختصاص، وليس أي مهندس، يعني يجب أن يكون مهندس متمرس وعنده خبرة طويلة في هذا المجال لكي يتحمل مثل هذه المسؤولية. يعني بدأ سبيشاليست انجينير حتى بجيوتكنيك دكتور، مع الأسف. يعني أنا يمكن من النهارين
من 2 أو 3 كنت بأحد مكاتب التربية. سألته على اختبارات، يا أخي أنتم بتعملوا اختبارات فعلاً، بتعمل ترايل تيست، ترايل إكس تيست، بتعمل شير تيست، بتعمل الكومبنتريشن، إلا بتعتمدوا فقط على الاس بي تي وبتمشوها. فما أعطاني جواب، فعرفت شو بشتغل. فكيف بدي أثق بالتقارير؟ مهندس عبد الحكيم، أنا قلت لك ثق أو ثق ولا تثق بنفس الوقت، لأنه 90% من مختبرات التربة يجب أن تقاد ولا تقود. تمام. يعني أنت إذا ما أنت خططت له شو تساوي وشو تعطيك، لن تعطيك ما ترتئي منها. تمام. وسيبقى المعلومة مفقودة والحلقة مفرغة. تمام، الله يعطيك العافية. شو الفرق بين اللايم والجبس؟ هلا هني كلاهما يعني صخرين يعني رسوبيين قابلين للتحلل. يعني هو اللايم هو جزء من شو اسمه التراب الطينية، يعني فهمت شلون، اللي ممكن يعني تتعرض للتحلل في نتيجة حركة المياه. لذلك اثنيناتهم بشكله خطر. إذا شفت أنا ذكرت لايم، مادستون، جيبسوم إلى آخره، كله يعني نفس الفاميلي. يعني طيب، إذا كان اللايم مادة متحللة، كيف أستخدمه بتدعيم التربية؟ لما قلنا بالمواد المكس اللي بحطها السمن، لا مو أنت عم تساوي ميكسينج، بس أنت عم تاخده برسنتج معينة. يعني مثل إذا مثل الرمل أو شيء بتضيفه للسمن. لكن أنا عمليا لما استخدمته بصراحة، هاي الباحثين اللي قالوا عنه، لكن أنا بصراحة أوبتينج للسمنت بس. يعني السمنت إحنا جربناه وشفناه حقيقة، يعني على موكب كبير وعلى مواقع كمان نفذت بالسمنت، عطى نجاح مبهر جدا يعني. لكن هني هذا اللايم استخدموه بالمختبرات يعني. ممتاز. طيب، إذا عندي أنا المواد المنحلة وهي متصلبة خطرة جدا جدا على الأبنية، لكن بوجود الوتر تيبل المواد أوريدي منحلة، فما تأثيره بهذه الحالة؟ يعني مثل ما شفنا المقطع اللي حطيته مبين كأن الكريستال أوف جبس مبيني، يعني مثل الصخرة اللي عبلمع، هي إذا جاءها المي راح تنحل 100%. لكن إذا أوريدي كانت موجودة في المي والووتر تيبل عالي عندي، ما هو العمل بهذه الحالة؟ ما هي هون إذا هي موجودة بالمي نسبة، شوف طالما المي، أنت بتعرف المي طالما كانت مشبعة ووصلت لل، يعني مثل عندك الملح، يعني أنا أضرب لك مثل بسيط جدا، يعني هون ندخل كيمياء. إذا أنت جبت مثلا كمية ملح كمية مي ومزجتها لدرجة معينة، ببطل الملح يدوب، يعني مهما زدت الملح بترسب يعني. صح. فأنت أوريدي التربة يعني فيها نسبة من الملح مشبعة، طالما ما تعرضت لعملية شو اسمه تغذية أو عملية حركة تنشط المي هاي بحيث انه يتغير تركيبها الكيميائي. تمام. فلذلك انا عم اقول انه الدي ووترينج خطر جدا، ولازم يعني نبعد عن عمليه الدي ووترينج هاي. تمام، الله يبارك فيك. انا بدي اسال بس سؤال على الكالكيروس سانت. هذا الاصل عضوي. نعم نعم، الميل هو عباره احيانا بيكون نوع، بيكون كمان صخور، يعني بسموه روك كالكيروس ساند، وفي عندي طبقات صخرية. طيب ليش ما بصير عندي انهيارات بها بالبايل وضمن هالطبقات؟ شوف، لأنه البايل كل ما أنا قلت إذا أنا مع أوفر ديزاين، يعني إنه طوله أكثر بالطبقات هاي، كل ما طولته أكثر كل ما طولت بعمره أكثر، لأنه هاي ما هي معرضة للحركة. لكن مثل المشروع اللي ذكرته بالمثال، قلت لك إنه في عملية ديوترينج. تمام. طب ما رأيك إنه مثلا بدون ما نذكر اسم مشروع، إنه ده ظهر التشققات بكثير من الأماكن، وأنا تفسيري إنه في مشكلة بالأساسات، لكن الآخرين بقول لك بالطابوق. إيه بالطابوق، خليها بالطابوق. تمام. طيب أنا بالنسبة لي بدي أسأل سؤال أخير، وبعدين بدنا ناخذ الأسئلة من زملائنا وأخوتنا برفع الأيدي، وبدنا نعطي أول شيء للأستاذ المهندس رزق بعد سؤالي. بالنسبة للمصطلحات دكتور، يعني كمهندس إنشائي بعيد عن المصطلحات الجيوتكنيك، كمهندس تنفيذ أجاء تقرير تربي بعيد عن هذا الموضوع،
كيف بدي أعرف أنا خطورة هذه المصطلحات مثل ما تفضلت كالكيروس ساند؟ طيب شو عرفوا بخطورة الكالكيروس ساند المهندس الإنشائي أو المنفذ؟ إذا ما كان كيف ممكن نعطيه جايدانس لا يروح لهالمكان ويشوف المصطلحات حتى إذا جاء في تقرير تربية إن هالموضوع يعرف إن هذا يعني خطر يعمل هايلايت عليه ويستجوب؟ بسيطة جدا يطلب إجراء مثلا كالكيوريوس ساند. لما يقول كالكيوريوس ساند كله قس لي نسبة الكربونات كم. تمام. يعني مثلا إذا كانت نسبة الكربونات حتى 20% بنقول فيري هاي، يعني نسبة عالية جدا، يعني 20% تخيل. فلو طلعت 50 ولا 60 ولا كذا يعني مصيبة. فلما بيقول له في قواقع كله قس لي نسبة القواقع هاي، بقول لك مكسرة كله ساوي الكربونات عليها يا أخي. تمام بارك الله فيك. أستاذنا المهندس رزق تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا تفضل. شكرا للدكتور محمد على المحاضرة القيمة، بس في تعليق بسيط بالنسبة للتقرير فحص التربة، قد يختلف هذا الموضوع من دولة إلى أخرى. مثلا عندنا بالأردن نحن نعتمد تقرير فحص التربة كاملة شو وارد فيه من حيث تحديد نوعية الأساسات وعمق التأسيس وكل ما يطلب من أعمال حماية للتربة، حتى للتأكيد على ذلك بعد نهاية لما الواحد يوصل منسوب الحفر المطلوب حسب التقرير فحص التربة يتم استدعاء المختبر مرة أخرى لتأكيد إنه هاي نفس نوعية التربة اللي تم الفحص عليها وإنها تطابق ما موجود بالتقرير، حتى كمهندس إنشائي أخذ مسؤوليتي عن عما يحدث مستقبلا إذا كان في هناك مشكلة بالتربة. لأنه لما يعطيني تقرير نهائي إنه هاي نفس التربة اللي تم إجراء الفحوصات عليها، معناته أنا بالحالة هاي بطمئن إنه أنا وصلت للمرحلة اللي ما حيكون فيها مشاكل مستقبلا نتيجة لأي ظروف أخرى. وشكرا. لا، أنا تعليق على كلام المهندس رزق، هاي موجودة بكل مكان. طرفة بسيطة، أحد المشاريع استدعيت عليه، كنت أشتغل بشركة عالمية يوما ما، إنه شبرات صالات طيران. يعني إجا المهندس من شركة مقاولات كبيرة، إجا تاني يوم الأساسات تم صبها وتاي بيمز مصبوب وكله، وبلشوا يركبوا الفريمات الحديد. اجى ثاني يوم لما اخذ رفع مساحي اوف، وانه 90 ملي هبوط و80 ملي شو بسموه سلايدنج، فجاب حبال وبلش يربط الاساسات. عم تحكي عصاله كبيره يعني بفوت فيها طيارات وغيره. فاستدعوني قالوا لي شو صار، يعني كل تقارير التربة بتقول انه المواد كويسة والردم كويس والكذا. يا اخي تقرب بالهي، يعني شيء مسطر بالمسطرة. جميل جدا، كلام جميل. فما كان مني لو انا جيبوا لي شيء وطلعوا لي اياه بطريقة ما على المبنى نفسه، دخلوا جوا المبنى يعني. فدخلوا الشيء وقلت له حفر. قال شو احفر؟ قلت له حفر لي سمكشن بيت، بدي اشوف شو في تحت. فكانت مفاجأة كبيرة، وجدنا حجارة وصلت ل 90 سنتيمتر طولها. شو كان التفسير العلمي؟ التقرير انكتبته من 9 صفحات، عدد المرفقات تبعه 500 صفحة. شو السبب؟ انه هذه التراب المهندس الموقع والاستشاري والمختبر والدنيا كلها وساو يا حبيبي ساو في الدنسيتي وجابت كلها 95 و97 و100%. فسألت المهندس، قلت له مش مهندس عنده خبرة 30 سنة، انتو شلون ساويتوا الفيلد دنسيتي؟ قال بالكور الكبير. قلت له الحجر هاي شو ساويت فيها؟ قال شو يعني الحجر هاي؟ قلت له والله ما بعرف. شلون قصد حجم التربة لما حفرت انت 90 سنتي انت عم تحكي؟ قال لي ما بعرف، قاسوها بالكون. قلت له ما بتنقاس بالكون، هاي ما بتنقاس غير بالماء. قال لي اول مرة بسمع فيلد دنسيتي تنقاس بالماء. قلت له طبعا، لما نروح على الستاندر على البريتش ولا على الستيم ولا على الستاندر، لما الحجم ما بينقبل الانقاس بالكون ولا بغير الكون، بتحط ممبرين شيت وبتعبيها ماء وتقيس حجم التربة المستبدلة. اللي صار لما جت الكومباكتر المدحلة، لما تجي انت بتعرف المدحلة، لما بتجي على حجرة هيك وين الوزن بدي يروح؟ الاهتزاز وين بدي يروح؟ على الحجرة. التربة ما اجى شيء، ونتيجة الاهتزاز حدثت خلخلة للتربة وساوت تكهفات يعني موضوعية عند كل حجرة. ولما جت الحمولة
صار سلايدنج وايفر تيرنينج، انهار المنشأة. طب شو الحل؟ كان أمامهم حلين، يا يروحوا للجراوتينج يا يروحوا للريبليسمنت، وقيل الحلين مر. فبالأخير شافوا إنه إذا بدي يروحوا للجراوتينج بتكلفهم 6 مليون وشوي، وإذا بدي يروحوا للريبليسمنت 5 مليون، وكانوا بالأصل حاطين 5 مليون، إذا كلفت 10 مليون نتيجة بس يعني شو بسموه إنه عدم اتباع المواصفات وعدم اتباع الطرق الصحيحة في الإنشاء. إذا موجود كله والله confirmation وما confirmation. يا حبيبي لو تروح على أغلب المختبرات بتلاقي حتى في عندهم جيولوجيين جايين خريجين جدد ما بيعرفوا شيء، يعني شو تقولون يعني بتطلعوا من شبر مي بيغرق. فهذا هو المشكلة، أنت كمهندس إذا ما كنت مفتح عيونك للمواضيع هاي وعارف شو عم يصير يعني كارثة. بارك الله فيك يا دكتور. الحقيقة فعلاً أنا لسه سألت، لأن دكتور عملية الاختبارات وطريقة الاختبار تختلف، يعني الـ SPT لما بعملوها إلى كتير disadvantage. يعني أحياناً بطلع بالدق ممكن يجينا عبارة عن بولدر صغير 10 سنتي بيروح، ممكن يقول لك صخر صار عنده. أي نعم صح صح صح. فلذلك كمان أنا بعتقد حتى المهندس اللي عم يراجع لازم ينتبه للطرق اللي انعملت للاختبارات وشو الطبقات الموصفة ويشوف شو الادفانتج وديس ادفانتج لهالطرق ليأخذ القيم والدراسة المضبوطة. بعتقد تمام كلامك جميل جدا. نعم صح. الله يبارك فيك. SBT مضللة والسي بي تي مضللة وكله مضلل إذا ما أنا مفتح عيوني 100%. تمام. أنا ناخذ الأستاذ زاهر حكمي. تفضل أستاذ زاهر. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا كثير على المحاضرة القيمة صراحة. عندي عدة أسئلة ونقاط ملاحظة. أتكلم مرة واحدة ولا واحدة واحدة؟ مثل ما بدك. طيب واحدة واحدة أحسن. واحدة. هل هي المشكلة عموما يعني مختبرات التوبي؟ طبعا انا هذا مجال عملي، انا مهندس جيوتكنيك تخصص، يعني تحفظي على نقطة انه مختبر التوبي يجب ان يقاد وليس ان يقود. يعني هذا الموضوع في مجال حدود وصلاحية عمله وتخصصه هو القائد، هو الموجه للمصمم بداية ومن ثم الاستشاري هو صاحب القرار. طبعا هذا الكلام هون بالسعودية، يعني هاي نقطة تحفظ انه هو يدخل بالتوصيات ام لا. اصلا التقي انا سلمته الجواب عليها، الجواب عليها انا لن اقول لك رأيي الشخصي، ارجع للتقرير للايزو 17025 اللي هو المختبرات كلها سيرتيفايد على هذا الـ شو اسمه الستاندرد العالمي. فتقرير التربة او مختبر التربة مطلوب منه يعطيك فاكتشوال داتا، معطيك يعني طيب. مثل المختبر الطبي، هل انت مختبر الطبي المختبر الطبي يقود ولا يقاد؟ جاوبني على السؤال. لا يقاد. يقاد والمختبر التربي، ومختبر التربي يا باشمهندس زاهر يقاد. انا بالاصل ولا اذكر نفسي، انا مهندس انشائي ودرست جيوتقنيه ماجستير ودكتوراه لمثل هذه الامور. لانه الشغله ما هي شغله يعني شو اسمه، انا مشتغل بمختبرات عالميه ومختبرات محليه وشركات عالميه وشركات محليه وبعرف الكلام. انا بحكي عن وعي كامل، يعني لانه اذا انت مختبر التربه، يعني اذا مختبر التربه هو الذي يقود، هل مختبر التربه اليابل مسؤول عن الديزاين وعن الديفيشنسي اللي بتصير بعد التنفيذ؟ فتلك كارثة كبرى. إذا بدك تحمل مختبر ساولك تقرير تربة ب10,000 تحمله مسؤولية مئات الملايين، تلك مصيبة. لا إذا دخلنا بالستركشرال ديزاين هون توقف مهام. طبعا لما بتقول هو يقود هون توقف مهام الجيوتك. هاي المهندس. ولكن أنا إذا بسلم تقرير، العفو دكتور، أنا إذا بسلم المكتب هندسي مصمم بعطيه تقرير ما نعطيه فيه قدرة التحمل، ما نعطيه نوع أساسات عمق تأسيس كذا، ما بيستلم التقرير أصلا. استاذ زاهر، خلينا من الاسئله
بالأسئلة طيب ندخل العملية بالسؤال. والفنية، نعم لأن هذا نقاش نعم يطول على فكرة. نعم النقطة الثانية دكتور، مشاكل الانتفاشية ومشاكل مثلا التربة الجبسية تكلمنا عنها، في حال أنه لا يوجد مياه في الموقع مثلا، منسوب المياه يعني لغاية نهاية عمق الجسات ما حصلنا مياه، هلا أنا اللي بقوم فيه أنه باخذ احتياطاتي انه ممكن تجي مصدر مياه خارجي مثلا مياه امطار، ممكن تجي سيب تمديدات كذا، فانا مباشره بعطي التوصيات باعتبار انه المياه موجوده. صح، هاي ازمه بواجهها مع المقاول مع المالك بدايه ومع المصمم، هل توافقنا رايي ولا انه لا فعلا انا وافقك وايدك واشد على ايدك. انا باحد تمام. احد المناطق كان الووتر تيبل عميق جدا، عمقه اكثر من 17 متر. نعم طيب انضرب بايب، انضرب بايب بالليل الصبح اصبح المسكن هو بريكاست. تمام والهبوطات تجاوزت النص متر. نعم طيب دكتور، موضوع المعالج او موضوع كيف نعالج مشكله التراب الانتفاشي، طبعا انا المنطقه اللي فيها الشرق المملكي يعني قريب من الإمارات، منطقة اسم الإحساء، مشكلة الانتفاشية تقريبا تغطي 70-80% من المنطقة. تمام والله. كيف دكتور؟ موضوعنا مهم، أنا الحمد لله أنه أنا لأنه هنا أنا قليل من واجهها، بس بالمنطقة لا عندنا بالمنطقة جدا جدا منتشرة. نعم. ولكن صراحة دكتور يعني الحلول اللي أفدتها بالمحاضرة يعني عالية التكلفة صراحة، وبدها وقت كبير. نحن هون الناس الاستشاريين حتى عم يسألوا الاستشاريين على ما تقنعوا أولاً بأهمية التقية، ومن ثم أهمية أنه يفرغ لي شهرين ثلاثة لأعطيك تقييم متكامل وفيه كامل التفاصيل العلمية، وبالإضافة للتكاليف المعالجة ما حد بيوافق معك. فالدارج هون دكتور يعني أنا إلي 11 سنة بهالمنطقة هنا، المعالجة هي المعالجة التقليدية اللي أنا شعرتها خلال المحاضرة أنت ما أنك مأيدها، هي موضوع عمليات إحلال تربة ردم إنشائي. لا ما عمها موضوع الشدادات مثلا حسب نسبة الانتفاشية. صح، هذا اللي دارج أكثر شيء، وربما معلومة واقعية يمكن تفيدك دكتور. يعني خلال 11 سنة فضل الله عز وجل ما إجانا شكوى، حتى المباني اللي نفذت قبل 9 سنين 10 سنين فضل الله عز وجل ما ظهرت فيها يعني مشاكل. وانت لما عم تساور بليسمنت وكذا انت عم تعزلها بطريقه ما، انت لما عم تحط مثلا رود بيز ولا كذا ولا مواد هي، فانت عم تبعد المواد هي عن الاساسات. هذا نوع من الحلول، لكن انا قلت لك لما بيكون في يعني انا مثل ما شفت المملكه انه صارت تتعرض لعواصف مطريه كثيره، فيعني لو تعرضت بشكل متكرر يعني هاي الحلول يعني انت بدك تروح لحلول اكثر يعني شو اسمه فعاليه. يعني مثل ما شفت احنا ذكرنا انه قلنا لك حتى البلاطه العائمه الفلوتينج سلاب، المهندسين الشين بيفهموا علينا كثير بالموضوع هذا، بتشتغل مثل هاي المساكن طابق وطابقين، هاي فيلا المساكن تشتغل يعني عادي. والله لا نعم تشتغل. يعني ذكرنا يعني احنا مو شرط ندخل نذكر كل التفاصيل، بس احنا نشكرك على الفكره هاي. طيب واحنا شكرا. مثل ما شفت احنا قلنا ممكن نتبعد المبنى عن التراب الانتفاشي، فانت لما عم تساوي مثلا طبقات معينه عم تبعدها بطريقه ما انت. نعم صحيح. اسمح لي انا المهندس زاهر، يعني تقريبا نحن ويا جيران، نحن بالخبر هو بالحسا في 200 كيلومتر بيننا وبينه. اعمل تقريرك وحط التوصيات اللي انت مقتنع منها احسن ما يصير شيء ويرجعوا عليك، وعم نلاحظ كثير الانهيارات في دور ودورين بسبب التربية. يعني صحيح. من اسبوع كنت في مكان يعني كان الله بالعون، سبب عدم مثل ما تفضلت باشمهندس اني المالك ما بده يدفع مثل ما تفضل الدكتور 10-15 ألف حق تقرير تربية لا يعرف شو بصير تحت، لكن بالأخير بدفع حق المبنى كامل. صحيح. عمود تقريرك ولا تخلي حد يرجع لك مثل بعضها. تمام. مثال بسيط جدا، أنه أحد المكاتب الاستشارية أوصى مثلا أو صمم أساسات سطحية
ووضع الفيلل نفسه وضع على بايلات، لكن كل المنطقه اللي حوله الباوندري وول السيرفيسز الكذا حتى شالوا فاونديشن واهمل اليارد والى اخره. تعرف كم اخذ حكم هذا المكتب الاستشاري؟ نعم 5 مليون. نعم طيب نعم. والمقاول من سمع بالحكم طق ومات. احد المختبرات الثانيه عطى توصيه لمباني ضخمه جدا، ما بدنا نذكر اسم المباني مشان ما تنحسب علينا الكلمات. نعم. واجى الاستشاري قال لك هو تمام، شالوا فاونديشن سلاب اون جريتس وحمل القواطع الداخليه كلها على السلاب اون جريتس. خرجت المنشآت عن الخدمه من اكثر من 11 12 سنه. واكل حكم والله المحاكم شغالين المحاكم، واكل حكم الاستشاري والمقاول والنشر بالجريده الرسميه 10 مليون. نعم. فلذلك يا اخي زاهر الله يرضى عليك ويطول بعمرك، لا تتحمل نفسك مسؤوليه، لا تاخذني كما يقول المثل نحن عصافير ونريد ان نبيض بيضه حمايه. فيا اخي المختبر لا تحمله مسؤوليه اكثر من طاقته، عظمه طري. المختبر عم ياخذ 10,000 او 5,000 حق تقرير التربه، بدك تحمل مسؤوليه مئات الاف وملايين؟ صح مزبوط دكتور، الله يبارك فيك. اعطي الخبز للخباز ولو اكلوا نصه، احمي نفسك. والله انا لا اشتغل افضل من ان اشتغل واروح شو اسمه فيها. بارك الله فيك يا دكتور. تسلم كثير كثير استاذ زاهر. في سؤال ثاني؟ شكرا 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 لكم. شكرا. حياك الله حياك الله. تحياتي. السلام عليكم. بدنا نعطي السؤال لأخينا المهندس نبيل عطري. تفضل أستاذ نبيل. هو نبيل خطير. السلام عليكم دكتور. بتقلي ما السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخاف من المهندسين. والله من الصبح صاري لك وحاطط له لستة أسئلة ومجهزة أول ما حكيت كلمتين. تفضل أستاذ نبيل تفضل. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك. شكرا لك دكتور على المحاضرة القيمة وعلى سعيك الدائم يعني للتنبيه على التربة ومخاطر التربة وإلى آخره. أنا في إلي تعقيب هو سؤال وفي سؤالين تانيين، رح نمشي واحد واحد بشكل سريع عشان ما نطول على الزملاء. بالنسبة لحضرتك ذكرت تقارير التربة والأخ السابق الأبلي الزميل المهندس زاهر، بصراحة أنا من خبرتي متواضعة، الأمر فيه جزء قضائي. بمعنى تاني المحاكم هون لما بيحكموا بقضية هبوط او قضيه فشل في 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 فيلا في مبنى، الجيوتكنيك او المختبر التربه له مسؤوليه بالقيم او بالتقرير اللي قدمه. فاعتقد انا انه سبب انه التقرير التربه بيلزموه هون على الاقل محليا من وجهه نظري وليس قطعا، يعني انه له يعني بيعملوا شير ريسبونسبيليتي يعني مسؤوليات، فبالتالي الاستشاري بياخذ جزء، مكتب التربة عطى الداتا هي اللي قلت عليها حضرتك جزء، المقاول اللي نفذ جزء، وبالتالي هن العملية من وجهة نظر قضائية أو من وجهة نظر تعاقدية أو أيش بدك سميها، إن وجد هذا السيستم اللي بيعطي الريكومنديشن في السويل ريبورت، واللي بيمشي عليه يعني في البلدية بيسألك إنه وين الريكومنديشن، هل ماشي عليها أو لا. طبعا هذا خلينا نقول الكومن براكتس، هذا الكومن براكتس اللي صاير يعني. انا بجاوب الموضوع هذا. انا بس هي يعني تفضل وصلت الرساله ماشي. النقطه المكمله. طيب ماشي تفضل جاوب على النقطه المكمله اللي انا بدي اياها. لا هي نفسها هي مرتبطه. انا هي مشاركه يعني ممكن تكون صحيحه ممكن تكون خاطئه، لاني من خلال خبره معانا نحن بالقسم اللي فيه الشكاوي، المهندسين الشكاوي اللي ببلشوا معاملات الشكاوي اول شيء بيبحثوا اذا في مشكله من المختبر بحملوه مسؤوليه جزئيا، فهمت علي؟ فهو هيك داخل معانا في المسؤوليه من ناحيه ايش الامور الداتا، وبالتالي طلعوا على الاستشاري هل متبع شو عطاء شو عمل ريكومنديشن المختبر ام لا. هلا هي بروسس غلط مش حسب الايزو مش كذا، انا معك انا ماني معارض هذا الشيء، انا عم بقول لك هذا الكومن براكتس. السؤال اللي بدي انا انت تجاوبني عليه وما في مشكله يعني انت وجهه نظرك كمان تحترم، انه من يقيم المختبر التربه اللي حاليا عم يشتغل هون وهون وبقدم ما حدا عم حاسبه، ونحن فينا نقيم مكتب الاستشاري
بس مين اللي عبقيم مختبر التربة؟ حضرتك فيك تقيم مختبر التربة سيء وسط جيد جدا، بس أنا كمهندس مدني وإنشائي ما فيني أقيم مكتب تربة مختبر تربة وبنفس الوقت مضطر أخذ الريكومنديشن اللي هو حيطة ومضطر أمشي معاه وأقول خلاص مدام هو بده حيطة هذا الأرقام يتحمل مسؤوليته مثل ما بقوله يعني يعني ما نقول كلمة كبيرة يعني أنه خلاص هو يتحمل مسؤوليته. تمام خلصت مهندس نبيل؟ تفضل. نعم هاي النقطة الأولى. النقطة هاي بالنسبة للجواب عليها بصراحة الجواب ذو شجون وراح أفاجئك بحقيقة مرة، أنه هيئة المواصفات المحلية اللي هي إناس ألزمت المختبرات بشكل عام أنه يكتب ستيتمنت آخر التقرير يدفع يرفع المسؤولية عنهم بأي ريكومنديشن، وأنه الريكومنديشن هي عبارة عن جايدانس أونلي. شايف؟ ليش؟ لأنه لما بيجي مكتب استشاري وفهمان الجيو تكنيكال أي كلام مجرد ورقة بدي يحطها مشان يأخذ أبروفال، وبيروح بيقول له ساوي لي 2 بورهول البلدية لأنه طالب 2 بورهول، وشو بدي ساوي بـ2 بورهول وليش 2 بورهول ومو عارف شو يمكن لما تقول له SBT يعني. حتى في ناس صدقني في ناس وهي لا غرابة وسمعتها من بعض المهندسين ومدراء المشاريع بيقول لك هذا اللي بيساوه هيك 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 شو هذا يعني مطلوب هذا، حتى ما بيعرف اسم جسة ولا برهول ولا شيء يعني. للأسف أنت أهنا لما كنا مكاتب استشارية عالمية ومحترم نفسها ومحترم المهنة ما بيطلع شيء إلا يكون أنت مساوي له specific يعني تعرف شو معنى specification and requirement للمشروع حصرا، وما بتطبق على مشروع تاني. كل مشروع له متطلباته حسب المنشأة حسب الأرض حسب الكذا، مليون قصة وقصة. فتحمل تقرير التربة، أنا لعلمي الآن ما صارت قضية وتحمل تقرير التربة أو مختبر التربة فيها المشكلة، تحمل الاستشاري وتحمل المقاول. أنت يا استشاري ليش ما انتبهت للموضوع؟ أنت يا مقاول لما نفذت ليش ما قلت الاستشاري على المشكلة؟ إذن مسألة مسؤولية الاستشاري والمقاول. والمختبر لما بتقول له ساوي لي بورهول بيقول لك أنا مسؤول عن الحفرة اللي قطرها 100 ميلي بس، وجنبها سنتيمتر ما أنا مسؤول عنه. فلذلك إذا ما كنت مطلع للبريق من كل الجهات كمهندس متخصص مستحيل توصل للفكرة بعدين أو للمعلومة. بعدين مين بيقيم المختبرات؟ للأسف مثل ما تفضلت أنت، أنه الآن الجهة اللي عم تقيم المختبرات، مو للأسف أقول يعني أنا أؤيد هالشيء، هذا الجهة اللي عم تقيم المختبرات هي هيئة المواصفات وقسم الجودة. بس دير بالك حذر شو عم يقيمه، أنت كمهندس مثلا مدقق حذر شو عم يقيمه، عم يقيمه التقرير الفاكتشوال. يعني تعرف شو معنى فاكتشوال؟ يعني مثل إذا رحت عند الطبيب قلت له ساوي لي تحليل دم مشان أعرف نسبة الحديد نسبة ما بعرف شو نسبة كذا، خذ لي خزعة مشان أعرف كذا كذا، هذا هو هاي هذا مسؤول عنه المختبر. أما التوصيات مسؤولية المكتب الهندسي قولا واحدا. تمام طيب تمام. الله يعطيك الخير دكتور. بشكل سريع في بالسلايد رقم 20 حطيت لنا جدول فيه للتشينج اوف لينث اوف ستراكشر. اللينث هون شو المقصود فيها؟ لأن صراحة صار عندي ما فهمت النقطة. هل اللينث قصدك يعني صار فيه هبوط ولا صار فيه سلايدنج فطال يعني صار زي طوله؟ سلايد 20 دكتور. لا يعني ما كثير هو مهم هذا الجدول. فهمت عليك. نعم هذا يعني شو المقصود باللينث؟ الطول شو مقصود بالطول؟ هذا هو نعم المقصود حركه معينه يعني فهمت شلون حركه انت بدك يعني معناها انت مساوي مثل المونيتورينج على المبنى صار في حركه تويستينج ولا حركه معينه بمقدار معين فهمت شلون يعني جانبيه ولا شاقوليه يعني فيرتيكال ولا هوريزونتال ولا ايا كان اي حركه يعني ممكن تكون يعني كومبايند يعني فهمت شلون يعني بدك تقيسها انت تاخذ الاكس والواي والكذا والى اخره. فلو تقرأ مثلا التوصيف الديسكريبشن وكذا بتعرف شو هالحركة معناها شو ولدت شو كذا ماشي. فمنها يعني بتعرف انه فيه لانه الان كثير من المشاريع اللي عم تصير فيها مشاكل ما فيها ريكورد
ما فيها نعم. ريكورد يعني شو في أزبلت يعني أزبلت شو يعني حتى الرفع المساحي ما بتلاقيه، تروح للبلدية ما بتلاقيه، تروح للاستشاري ما بتلاقيه، تروح للكلينت ما بتلاقيه، فتدخل بحلقات مفرغة وبتصير عليهم هون الاجتهادات، كان وما كان وكان أيام زمان وهيك صار وهيك ما صار، وأنا شايفه أفقي ولا وشايفه عمودي وشايفه، فلذلك هون هذا جاي هذا التصنيف من الـ من الـ يعني من الـ الناشنال كول بورد يعني البريطاني يعني. فهو اللي يعني يوصف هالشغلات هاي بناء على كتير مشاكل طبعا صارت. واحنا بالميكانيك التربة ترى علم ميكانيك التربة علم تجريبي مو علم نظري، علم تجريبي قائم على التجربة والملاحظة، فبناء عليها يعني وضعوا هالمعايير هاي. نعم الله يجزيك الخير. اخر سؤال سريع، باخر مثال حطيت لنا اياه باستخدام السيمنت كولوم كان تقنية السويل ميكسينج، وكان في فوق طبقه بعد ما تخلصوا السيمنت كولو في طبقه تبقى متر ومتر وعشرين سنتي حاططها حضرتك لحتى يجي الاساسات فوقها حسب ما فهمت من الصوره ومن الشرح. طيب في سؤال انشائي خطر في بالي، البانشنج على السيمنت كولوم بهي اللاير اللي فوق ال 1.2 متر في ايوه هنا البانشنج اللي مسمينه انت سيلوكريت كولوم، البانشنج كاباسيتي. نعم البانشنج على الطبقه اللي فوقانيه بحيث لما الطبقه بتنزل لتحت نتيجه الحموله ممكن يصير في بانشنج او شير ستريسز حوالين قطر الكولوم، هل في تشيك معين انتم بتحسبوه الا هذا الا خلاص يعني؟ لا بنحسب عادي كأنك إذا كنت عم تحط أساس معين بتحسبه مثل الأساس يعني أنت بالأخير مشان تحسب البنشنج وما بنشنج، بس أنا أعطيتك مقدار الهبوط ومقدار كذا بتدخلوا على التصميم الإنشائي للعنصر الإنشائي وبتحققوا على البنشنج يعني. وإحنا مثل ما شفت سوينا موديل بالفاينت إليمنت وكذا وقسنا أنه الهبوطات، بعدين الهبوطات هاي بندخلها بشكل عكسي على السوفت وير وبنحسب شو اسمه التصميم على لانه بالاخير انت بتنظر للاستابيليتي تبع المنشاه سيتلمنت وايز وليس بيرين كاباسيتي وايز. طب ماشي ما انا سيتلمنت وايز هون الطبقه 1.2 ما يهم جينيوس يعني مش نفس نوع واحد مش كونكريت لا شيك عليها البانشينج. عفوا هاي احنا حطينا الطبقات هاي مو منشان نحط الاساسات عليها يعني، فهمت علي؟ هاي الطبقات حطيناها مشان مثلا اليارد يعني الساحات الكبيره مشان مثلا البيفمنت مشان الى اخره، لكن لما بتحط اساسات انت تحط بلاطه مباشر عليه، حط بلاطه اساس ولا تخاف. يعني اللي افهم من حكيك دكتور انه الاساسات تؤسس مباشره على رؤوس الاعمده. ايه على رؤوس السيلوكوريت مباشره. سيلوكوريت ايوه ما عندك مشكله ايوه. وبدون تسليح طبعا هي الاعمده بدون تسليح. هاي بدون تسليح احنا سوينا زون لود تيست عليها وجابت يعني بيرنج كاباسيتي 400 كيلو باسكال. ولو تداخلنا شوي مع الاستاذ نبيل ممكن تكون ستون كولم ونعمل السود تيست عليها بنفس المبدا تقريبا. ستون كولم على ستون كولم مهندس عبد الحكيم بتصير بالكوهيسيف سويل يعني تمام. يعني خليني اسمي لك اياه. أنا قصدي على الفاونديشن والزون توست اللي بنعملها شبيه فيها حتى لو كان ستون كولوم بتعمل الزون توست وتحط الفاونديشن عليه هذا القصد. بس الفكرة بالسيمنت وين مهندس عبد الحكيم مهندس نبيل؟ الفكرة وين؟ الفكرة إنه السيمنت بيساوي مثل الغلاف اسمنتي حول الحبيبات التربة اللي قابلة للتحلل بيطوقها يعني بمنعها تلامس المي بمنعها إلى آخره فبيطول بعمرها. أما مثلاً ستون كولم ما ستون كولم بالمناطق هاي ما بيشتغل بالكوهيسيف سويل يعني حل فيزيائي هذاك الستون كولم وحتى الفايبر كومباكشن حل فيزيائي. أما هون في نوع من الحل الكيميائي. وإحنا مثلاً لما حطينا الطبقات هاي مهندس نبيل هاي الطبقات للساحات المفتوحة يعني أنت تخيل البيت تبعك يعني مثلاً أحد الأبنية مساحته 280 متر مربع حقلنا تحته 300 متر مكعب سمنت يعني كان العامل يفوت تحت المبنى مشان يركب اليوتيليتيز. فتخيل انت بيتك معلق بالهواء او انت مثلا حاطط مثلا سلابون جريد
تكون مثلا قاعد بالبيت ما تشوف الا هبطت في كل ارض متر ولا متر ونص. في زمن المهندس ماهر الخولي اذا بتذكروا من حطنا على الرابط على المجموعه يعني الحقيقه كان سور فقط، وهذا الجزء من السور 10 متر محطوط على تربه مردومي ردم دون رص وصاير تشققات وكذا، فيمكن حسب ما اشتغل وعمل حقن للتربه وصل يمكن لحدود 70 او 80 كيس اسمنت تصور. يعني بحجم كبير معناته دكتور، هذا بس بغض النظر عن موضوعنا بالكريستال، بس نتيجه الحقن وكيف الانجكشن بيروح بالتربه يعني. استاذ نبيل يعني احد الجهات نعم. مثلا طلب انه تساوي مثلا مشان يقلل من نسبه الانتيك تبع الارض من الجراوت، قال لك ساوي لي السلمب 125 ميلي، يعني انا زدت حجار بالارض مشان اردمها. طبعا هذا مو حل مضبوط يعني، يعني انت لازم تكون في فلويبيليتي، يعني لازم وركابيليتي، لازم السمنت يجري بحريه اندر جرافيتي، يعني يروح يعبي كل الفراغات حتى تو ميتيجيت ذا ريسك. فهمت كيف؟ فطبعا يعني بالجيوتكنيكال صدقوني يعني يمكن انا الشيب اللي فيني 99% من الجيوتكنيكال. ما فيك شيب دكتور، ما فيك شيب، ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا دكتور، شكرا دكتور، والله يبارك فيك. يعني كل يوم قراءة وكل يوم بحث وكل يوم تحليل وكل يوم ما شاء الله. ما شاء الله. متعب جدا متعب. الله يعطيك العافية. وبشعر حالي كل يوم لما بتجيني مشكلة اني ما بعرف شيء. الله، ما هو العلم دائما متجدد يا دكتور، الله يبارك فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. قبل ما نعطي الأستاذ عدنان بدي أخذ المهندس عكام، إذا في شيء مهندس عكام تفضل تحكي، يعني بدي ما أقرأ سؤالك بس لأني إذا حكيت بيكون أفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شكرا دكتور، شلون الصحة؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا مهندس. عندي سؤال بخصوص، كان في مشروع اشتغل به، المشروع هو مشروع مياه تصفية، فعندي بناية تكون 10 مترات، يعني بحفر، يعني بحفر جوه مستوى الأرض، فعندي بعد 5 أمتار ماء، يعني عندي ماء، فلازم أسوي عملية الديواترينج. يعني سمعت يعني أكثر مرة إنه ما يعني ما تفضل يعني عملية دي ووترينج، بس يعني إحنا شلون نقدر نوصل لعشرة أمتار إذا أنا يعني مجبور إنه أحفر 10 أمتار بدون عملية دي ووترينج؟ شلون يعني أقدر أحفر؟ هل التربة فيها مشاكل يعني سبق وصابة تكهفات هبوطات، فيها صخور مقابلة للتحلل، فيها يعني مشاكل ظهرت بالجوار إلى آخره؟ لا، هو دكتور المشروع مشروع مياه يعني يعتمد على الهيدروليك بروفايل، فان احنا مجبورين نحفر 10 امتار يعني يعني هو مو الناعم، يعني هو مجبورين، الطبقه كانت كلها جرافل اند ساند، يعني مخلوط جرافل اند ساند، بس بعد على 9 امتار يطلع اللي هو روك كلي، يعني يطلع عندنا روك كلي مد ستون. نعم هذا هو. نعم. فطبعا انا عارف شو قصدك، انه بدك تساوي شو اسمه دي ووترينج بالسيستم هذا اللي شو يسموه ويل بوينت، يعني تحط نقاط. نعم. بايبات شو اسمه هولات جنبانه تربطها بشو اسمه فاكوم بامب وتشفط المي. طبعا انت بالحاله هاي يعني ممكن تطلع انه انت فعلا عم تنزل المي مشان تبني، لكن احنا من تجربتنا ببعض المشاريع انه استمرت هاي لفتره طويله انه المنطقه كلها انضربت كانه زلزال ضرب المنطقه كلها. فاحسن لما بيكون في صخور زي هاي يكون الديوترينج من منطقه محصوره ومدروسه، يعني وفي مراقبه على مستوى المي بشكل عام، يعني مو انت تروح تساوي ديوترينج تنزل المي بشكل قمع ما بعرف قطر 200 متر على اليمين و200 متر على اليسار. لا، لما بتساوي تطويق للمنطقه وبتدرس العملية الهيدرولوجية بتنزل المي بس بالمنطقة اللي انت فيها، ولا بتنزلها سنتي واحد برا شو اسمه. حتى هون بالبلديات بشكل عام يعني صار بالديواترينج يطلبوا منهم مراقبة قياس مستوى المي بالجوار، لأنه إذا بتنزله سنتي واحد تتحاسب عليه،
لازم يكون في مدروس بشكل. انا اما هي البوينت ويل ويل بوينت يعني هاي ما في لها كنترول ولا شيء، سلم لي عليها. يعني هاي مفتوحه وبتم تضخ وتسحب منها الفاين وتكب لحتى يعني ممكن تشوف طريق جنبك هبط ولا بنايه ولا فيلا، وانت تقول انا ما دخلني انا هون عم اشتغل بعيد عنكم 100 متر. صح. هو دكتور في مشكله انه هو المشروع يعني مشروع محطه تصفيه، يعني يعني صف البنايه اللي احفر به عندي يعني ابنيه، يعني هو ابنيه يعني احنا كملنا الابنيه وعندنا ابنيه حفر عند يعني مقارب 5 6 امتار يعني، فالمشكله الديوترينج مستمر يعني. ويعني العلاج شنو العلاج يعني بهذه الطريقه؟ انت عم تساوي ديوترينج مفتوح يعني. نعم. انت شفت لما درسنا بالهندسه بتصور بالهيدروليك كيف. نعم. مثلا المي شو اسمه قمع المي وبتنزل والمنطقه الانخفاض لما بيكون في شورينج ولما ما بيكون شورينج، كانك عم تساوي بومبينج تيست، والبومبينج. نعم. تيست بتصير مثل القمع هيك شايف علي، بتتم المي بتساوي ديفلوبمنت ولل شو اسمه للفراغات حتى تصير كانه تشانل وتسحب المي من كل المنطقه. والمي هي عدو الهندسه المدنيه، تفرغها من تحت الابنيه، من تحت الطرق، من تحت اليوتيليتيز، من تحت كل شيء. فالموضوع من اساسه ما مبني على دراسه صحيحه، فالنتيجه ممكن تكون كارثيه. فانا يعني مهما كان، حتى لو كان طريق، حتى لو كان بايب لاين، حتى لو كذا، بدك تساوي ووترينج طوق المنطقه. هي دكتور من بعد اذنك، هو بده يعمل ديوترنج اجباري لمحطات الرفع او محطات الصرف او محطات رفع المياه. احيانا البامب روم بتنزل 10 و11 متر اجباري. عندنا ديوترنج، بده يعمل ديوترنج لكن بحيث ما ياثر على المبنى المجاور. اذا في عندك مبنى مجاور منسوب واعلى من منسوب حفرك، بدك تحسب هون مثل ما منقول السويل انتر اكشن بين المبنيين، وش بده يصير فيها؟ انا انت عم تحكي عن السويل انتر اكشنز بس ما انك عم تحكي عن المي. لا شو هذا هو دكتور، لان انت لما عم تسحب المي من بمنطقه عم تنسحب من تحت، بينزل منسوبه بمنطقه ثانيه بالابنيه المجاوره. ما هذا هو عم تزيد الافكتيف ستريس انت. ذلك لازم نحسب التاثير ايضا لهالموضوع هذا شو بده يصير. طبعا لك ما حدا بيحسبها، لا ما في حساب عليها للاسف. هو دكتور المشكله يعني هو انا اصغر واحد بالمشروع ويعني بقول لهم انه هذا الشيء غلط بس ما يسمعون، يعني يقول انت شنو يعرفك يعني بالموضوع. المشكله بكل الاوضاع مو بس هذا، يعني هو يعني طبيعتي دقق يعني بالشغل والعمل بس دائما يقول هذا تاخير. حتى كان عندي يعني ولو خالد الموضوع كان عندي سقف بخطا بالتصميم وراجعته انا ما نفذته، يعني قد ما نفذ هذا السقف الا غيرت التصميم ونفذته على الا طلبي. برافو. بس المشكله ما يتقبلون دكتور، يعني مشكله يعني بصراحه، يعني يقول انت ها هذا يعني يتخاف، يعني انت عندك خوف، يعني انا يعني ما عندي خوف لكن هذا شيء غلط ما يتقبلون. الاكبر من عندي ما يعني ما يعرفون، فمشكله بصراحه. الله يعطيك العافيه. حتى لو جبت له التكست بوك ما راح يقتنع منك طلب انت. لا مهندس شوف، اذا مقتنع بالمعلومه الهندسيه الصحيحه لا توقع على الورق إلا تكون متأكد مليون بالمئة، لأنه توقيعك هذا على مبدأ ربط الداب بالمحل ما بده صاحبه، هذا طيب. هذا مصيبة، هذا ما لا يجوز هذا في الهندسة. بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك. أستاذ عكام في سؤال ثاني؟ شكرا دكتور، بارك الله فيك. حياك الله. بدنا نعطي السؤال للأستاذ عدنان، تفضل أستاذ عدنان. السلام عليكم. دكتور الله يبارك فيك وشكرا لك لتنظيمك للمحاضرات القيمة. الله يبارك فيك دكتورنا. يعني من حسن حظنا انه في عندي هلا مشروع كأنه قريب من الشيء اللي عم تحكي فيه، خزان عالي الاس بي تي اللي ضد الطبقات ما تجاوزت 7، النوعية أو لنقول تصنيف التربة وفق الأشتو هي A6 لA75، المياه مغمورة من عمق 1.5 متر. الرأي اللي هلأ حاليا عم ندرسه ك
كإنشائي، وهذا اللي مشكلة. نحن عم نقول إنه مين اللي بيتحمل مسؤولية هون فعلاً من التربي. أنا يعني من ما بعرف التربي لا يجب أن يتحملها تقرير ميكانيك التربي، والأساسات يبدأ هنا تحمل الإنشائي لتحمل المسؤولية. فبتصور إنه القائد بموضوع الميكانيك التربي أو القائد في توجيه الإنشائي لجملة الأساسات المطلوبة للمنشأة لا زال ميكانيك التربي. يبدأ بعد منها القائد هو الإنشاءات فوق التربي. ما بعرف هلا في بعض يعني هاي الأفكار أتمنى أنك تجاوب عنها. وبدي بس إنه الحل تبع الخزان العالية لا اللي حاليا عم نكون في التوجه إلى البايب، يعني عبارة عن أوتاد وقبعة والشغل على هذا الأساس. ممكن تجاوبنا دكتور؟ الله يعطيك العافية وبارك فيك. ميكانيك التربة احنا مثل ما قلنا، طبعا انت قلت شغلة انه يتحملها ميكانيك التربة، صح يتحملها ميكانيك التربة وليس مختبر التربة. بفرق المهندس ميكانيك التربة وبين مختبر التربة. مختبر التربة عطاك تقرير وقال لك الاس بي تي كذا وكذا وكذا والمواد كذا وكذا وكذا. طبعا انت كميكانيك تربه كمتخصص جيوتقنيه مفروض الموضوع مو بس اس بي تي، مفروض تتاكد من المواد هي تركيبها الكيميائي يعني كمان يعني تبع التدرج الحبي واذا كان في اي شيء. لا ما تدرج احنا حتى الان التدرج الحبي كلياتنا هذا كله عم نحكي على شغله فيزيائيه. ولما بتحكي كربونات وكلورايد انت عم تحكي عن ديورابيليتي تبع خرسانه وتبع حديد، لكن انت ما تعرضت للديورابيليتي تبع التربه ولا مشاكل التربه. واذا فيها مواد يعني الموضوع ما موضوع بس يعني ميكانيكي، يعني احنا بنحكي تصميم اساسات ميكانيكي، لما بنحكي مثلا خرسانه مثلا ديمومه الى اخره، بس ما تعرضنا للتربه شو نوع التربه. رحنا للبايلات، هل بس البايلات يعني كمان لازم نتاكد البايلات هل هي حل امثل للموضوع. إذا طبقات التحت مثلاً كمان ما بتشيل بايلات، لازم إحنا في نوع من التحسين للتربة كمان. يعني البايلات يعني مو كل واحد يعرف إنه المفروض إنه البايلات هي الحل الإكستريم. يعني حتى لو استخدمنا بايلات أحياناً وفي طبقات يعني فيها مشاكل البايلات ما يحل. يعني البايلات يا ما في بايلات بنوها ما بعرف مهندس عبد الحكيم يمكن سمع فيها أو مرت عليه إنه البايل بيروح على طوله. فكمان يعني انه هون مهندس ميكانيك التربه، لكن اين هو مهندس ميكانيك التربه؟ يعني انا اشكر المهندسين الانشائيين، انا بعرف كل المهندسين الانشائيين لما اجتهدوا وصار يشتغلوا ميكانيك التربه لانه وجدوا فجوه ما احد عم يحسن يغطيها، لا المختبرات ولا المكاتب الاستشاريه، فصاروا المساكين يتحملوا مسؤوليه ما مسؤوليتهم. صحيح هذا هو. يعني انه انا اعطيني بيرنج كاباستي يا اخي، بس قل لي كم البيرنج كاباستي وانا بتصرف. لا الموضوع ليس بيرنج كاباستي، احنا قلنا سيتلمنت وايز نوت بيرنج كاباستي وايز. هلا كثير منيح، يعني والله الموضوع شيق وله شجون مثل ما تفضلتوا. يعني يا ريت المحاضرات نعززها بموضوع الميكانيك التربه. يعني في كتير أسئلة بالنا بس نتركها للمحاضرات القادمة. يعني أنا بس عن السؤال يمكن هذا بده واحد تفكير إنه عامل الأمان. أتصور إنه بالمباني لنقول من ناحية الإنشائية هناك عوامل أمان بتنص عليها الكود، الواحد ونص 1.4 كذا للأحمال، الديد لود لايف لود السايزميك الويند. لا بده كمان موضوع الأنواع التربية، أتصور إنه بحاجة إلى يعني تفكير باتجاه عوامل الأمان. في ترب خطرة ما بيضل عامل أمان مثل تربة جيدة، ويعني موضوع الرينج تبع الأمان هذا اللي بده واحد كمان عامل الأمان. إحنا سبق وحكينا بمحاضرات يعني مقتطفات، ومهندس عبد الحكيم كمان سوا من بعض مواضيع التصميم وكذا والإمبروفمنت. لكن معامل أمان هذا مطاطع أو شماعة الناس بتشمع عليه، بتقول أخذت عامل أمان 5، أخذت عامل أمان 3 آخرين. لكن عامل الأمان هذا إذا ما اقترن بقرائن ووقائع وتفسير صحيح هذا عامل أمان انسى.
يعني مثلا أعطيك مثل، لما بيجي مثلا واحد بيصمم البايل بيقول لك شو اسمه البير ليترتشر وكذا وتورم لينسون وما بعرف شو والكود البريطاني، بيقول لك خد الاند بيرينج زائد السكين فريكشن وقسمه لعوامل الامان ثلاثه. غلط هذا، انا بقول لك متخصص غلط. صحيح. لانه الاند بيرينج ما بتشتغل لحتى يصير 10% سيتلمنت بالبايل من قطر البايل. فانت اذا البايل قطره متر وبدي يصير في 10%، كم معناها الهبوط اللي راح يصير؟ يلا 10 سنتيمتر، منشاتك تتحمل 10 سنتيمتر؟ لا ممكن، لا لا مستحيل مستحيل. فمعناها انا لما باخذ الاند بيرينج، وانا عرضت من مراجع عالميه وحتى في استشاريين صمموا يعني برج الخور اللي بدبي، انه قال لك انه لما تاخذ الاند بيرينج كامله بتشغلها ولو اخذت على من غلط، لانه ما بتشتغل الاند بيرينج ولا حتى، وحتى تجارب سوينا انسترومنتد بايلز ما تحركت الاند بيرينج حتى للالتيميت، يعني للالتيميت 3% 3 شو اسمه 3 تايمز الديزاين لود وما تحركت الاند بيرينج. شو معنى انا اذا بدخل الاند بيرينج بالحسابات غلط؟ الله يعطيك العافية دكتور. استاذ سعدنا بارك الله فيك. شكرا لك استاذ عبد الحكيم. بارك الله في عمرك. في استاذ حنا فوزي بيقول لك عنا بمصر هو المكتب الاستشاري تبع التربية هو المسؤول عن توصيات التأسيس بمصر. تعيش مصر. بارك الله فيك. تحيا مصر. كلام جميل، والله كلام جميل، يثلج الصدر. أيوة المكتب الاستشاري هو المسؤول. نعم كلام استشاري معنا. استشاري التربية ها عشان نوضح. أيوة التربية التربية أيوة. استشاري التربية يعني معناه مو إنه شو اسمه، مو استشاري قصدي يعني مختبر يعني. نحن بالحقيقة دكتور لأقول لك، بس يمكن مشان سؤال الأستاذ نبيل إذا مين بده يشيك على الجيوتكنيك، الحقيقة في بعض المشاريع على الشركات وشركات كبيرة بتشتغل بالجيوتكنيك وبتعمل تصميم للتأكيد عليها وعلى عملها، يتم توظيف استشاري دكتوراه بالجيوتكنيك ليقوم بالإشراف على عمله وتدقيق عمله. نعم مثل مكتب لانجان مثلاً اللي كان مشرف على برج المملكة. نعم مكتب متخصص بالجيوتكنيك بس. طيب. مكتب عالمي. الله يبارك فيك هذا المؤسس. احنا فوزي طيب لا يوجد بحلقات العمل يوجد مختصون. طيب عم نشوف الزملاء اللي ما رفعوا ايديهم، بنشوف شو حاطين بالاسئله. معلش بدنا نطول عليك دكتور. ما في مشكله، انا اليوم نادر اليوم للمحاضره. بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب دكتور، تصميم طبقات الاحلال فينا نحكي فيه؟ في سؤال من احد الاخوه عن تصميم طبقات الاحلال من سماكته وعمقه ونوع الردميات. هلق نوع الردميات الهندسية معروفة يعني إلى 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 يعني كل المواصفات مفروض تنحط، مثلا نسبة اللدونة، نسبة المواد الناعمة الفاين، الليميت بلاستيك، شو اسمه الماكسيموم دراي دنسيتي، كل هاي باراميترز هاي. لذلك بتاخذ انت بالك سامبل راندوملي، عدد محدد من كميه محدده من امتار محدده الى اخره، بتروح تسال تجارب المختبر بتحدد الكثافه المخبريه اللي هي نسبه الرطوبه المثاليه الماكسيموم دراي دنسيتي، لين بتروح على الموقع بتنفذ. لما بتنفذ على طبقات مثلا الكود يعني يعطيك، يعني هنا بالاخير بنمشي كمان على الكود يعني، او بنساوي ترايلز مثلا الكود بيقول لك 25 سنتيمتر او 30 سنتيمتر حسب الكود البريطاني ولا الامريكي، لكن بين الرينج هذا 25 للمواد هي، واذا كان حجر مثلا خذوا كذا، واذا كان كله موجود الى تصميم اللي بيقول لك ما له تصميم، لا الى موصل الى تصميم لا. الى كل شيء، وتقاس البارامتر، تقاس السي بي ار، تقاس الليكويد ليميت، البلاستيك ليميت، كله يقاس. واذا ما اهملت هذه الاشياء، لكن انا اقول لك هذا الكلام اذا كان في عندنا مواد فيها مشاكل طبقات الام، فكل هالكلام هذا للاسف يصبح عديم الفائده، لانه نتيجه انا اعطيك مثل بسيط، عمليه الشد الشعري بس هي الكابيلاري افكت بالفاين ماتيريالز ممكن توصل 3 متر. نعم يعني المي تطلع بعواميد الشعريه هي
تضرب بالطبقة 3 متر، فإذا أنت كنت مستبدل نص متر ولا متر سلم لي عليه. صح. فلذلك مهم جدا نعرف انه هالامور هي كلياتها يعني. بارك الله فيك يا دكتور. يعني مثل الهندسه الانشائيه، لما الهندسه الانشائيه بتصمم كل شيء، حتى لا تاخذني بتصمم يعني اذا بدك بلاطه صغيره 50 سم ب 50 سم او فتحه 20 ب 20 بتصممها، نفس الشيء بالجيوتكنيكا لازم كل شيء. الله يبارك فيك، مزبوط يا دكتور. للفائده العامه دكتور، للفائده العامه معلش، و زملائنا اللي باقين عنا، وصلنا نحن 60 62 وهلق 40 الزملاء، في عنا من ناخذ كمان شوية أسئلة من المهندس نبيل، خطر على باله شوية أسئلة. تفضل سيد. الفائدة الأسئلة كلها للفائدة، قد يكون عنده خبر خاصة من الناس المعجبين بالمهندس نبيل ما شاء الله عليه، وخاصة هو نأخذ أسئلة من مدقق. لا يعني هذا الفائدة منه المهندس نبيل 100% 100%. من الشباب الله يبارك فيه، اللي يعشق التعلم والعلم ما شاء الله عليه. الله يبارك فيه. تفضل استاذ نبيل. هي يعني ميزة يعني افتقر لها الكثير من المهندسين. الله يبارك فيكم، خجلتونا. لا بالعكس، احنا نتمنى نكون على حسن ظنكم. الله يبارك. يعني تأخر الوقت، بس انا كان في بصراحة اسئلة، بس حبينا نشوف الزملاء، بس ان شاء الله في فسحة. دكتورنا تفضل. بتصادفنا احيانا مشكله انه عندي طبعا جزء ما له علاقه في المحور الموضوع اليوم، بس متعلق في الجيوتكنيك، عندي ريتينينج وول، ار سي ريتينينج وول تمام، لفرع منسوب، وبكون الفيلا عندي او المبنى منه تمام، بحيث انه قواعد الفيلا اذا مسقط افقي تجي. استاذ نبيل عيد، يعني قطع الصوت. نعم قطع الصوت. قطع الصوت عيد. عندك ريتينينج وول وعندك منسوب فيلا اقل منه، صح؟ ماشي بعيد هيك. أيوة. الصوت واضح ان شاء الله. اي واضح لك، بس لاني قطع لما قلت ريتينينج وول وبعدين قطع. ماشي دكتورنا، عندي ريتينينج وول تمام، والمبنى قريب كتير من الريتينينج وول، بمعنى القواعد بصير تقاطع بين القواعد الفيلا او المبنى وبين الريتينينج وول تمام، قصدي قدم الريتينينج وول اللي بتحت. هل من الافضل كإجهادات ولا كمنشأة؟ كيف دكتور؟ يعني إجهادات الأساسات تضرب الريتينينج وول ولا الريتينينج وول؟ بتضرب الإجهادات وهي اصلا داخله فوقها، يعني بمعنى انه بتضرب فيرتيكالي وهوريزونتالي يعني مع بعض، يعني تساوي سير تشارج على السؤال اللي بدي اياه. انا مش حسابات، السؤال اللي بدي اياه، هل الافضل من ناحيه الجيوتكنيك انزل الاعمده لهالقواعد واحطها على اجر الريتينينج وول من الاسفل، والغي قواعد الفيلا او قواعد المبنى من هذا الطرف، يعني انزلها لا تصير على الريتينينج وول، على قدم الريتينينج وول من ناحيه الجيوتكنيك؟ حسابات ما في مشكله، بس من ناحيه الجيوتكنيك هل تأسيس، يعني صار عندي صف من الأعمدة على منسوب عميق والقواعد الأخرى على المنسوب الأعلى، هل في شيء بيمنع من ناحية جيوتكنيكية، يعني ناحية جيوتكنيكية هذا البروبوزل؟ مقدم الريتينينج وول، أول شيء أنت مانك عم تساوي شو اسمه ريتينينج وول له قدم، أنت عم تساوي أنكرج بالأرض مظبوط؟ هو ريتينينج وول بيرمانت ولا تمبوراري؟ and permanent RC retaining wall permanent RC retaining wall cantilever type cantilever type تمام. طيب بتعرف اذا فرق المنسوب 3 متر فبدي عرض على الاقل تحت 3 مترين ونص ل 3، وانا المبنى مسمحوا لي اقرب على الحد، يعني على حد الريتيننج وول مسمح لي، او المالك بده يقرب، وبالتالي القواعد الفيلا صارت بتاثر بالاجهادات على الريتيننج وول. في حل انه انا انزل في الغي قواعد الفيلا وانزل في العمود لتحت ليلتقي مع قدم الريتينينج وول، طبعا بكبر انا مشان الاجهادات التحقيق والى اخره محقق. اذا ما بصراحه اذا ما كان بالحساب بالريتينينج وول انه انا مثلا ناخذ من الاعتبار انه حموله مركزه جايه عليه بالتصميم، فممكن يعني يكون في مشكله بالافر اول ستابيليتي تبع الريتينينج وول. يعني انت الحمولة مدخلة دكتور نظامي concentrated load ومحقق إجهادات ومحقق overturning ومحقق كل شيء. إذا 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 هيك ما عليها مشكلة، يعني إذا محققة ما عندها مشكلة،
لكن إذا ما بنى هذا ولا بنى هذا، لكن إذا كان مبني وبدك تدخل لا صار شيء تاني. أما إذا ما طبعاً مبني طبعاً شيء تاني، إذا كله جملة إنشائية يعني مستقبلية وكله بدي يصير ومدخل، لا ما نشايف في مشكلة عليه الموضوع. يعني من ناحية displacement، لأني في صف من الأعمدة من المبنى راح يكون على مؤسس على عمق أكثر من باقي الأعمدة، هذا المقصد. هل بينشأ شيء من ناحية وإن كان بسيطة ممكن يكون مهملة هي، بس منا نحن يعني نشوفها من يعني نسمع من متخصص يعني إذا حطينا هذا حل إذا شافوا جيوتك. هو شوف يعني أنت بالأخير قلت لك أنت بتحكم الموضوع بالهبوطات أكثر ما تحكمه بالبيرينج كاباسيتي. يعني هل المبنى تبعك أنت راح يهبط أكثر من 10 ميلي مثلا، 11 ميلي، 12 ميلي؟ هون السؤال. فإذا أنت بتسمح بهبوطات أكثر فمعناها لازم تأخذها بعين الاعتبار، هاي كمان على توازن المبنى نفسه يعني. أما إذا هبوطات ضمن الهبوطات المقبولة وأخذت الحمولات بعين الاعتبار اللي جاي، لأنه أنت بالأخير ما عندك ديناميك لود ولا كذا متحركة مرة تزيد مرة تنقص مرة كذا، لا ثابت يعني concentrated load يعني، فما عندها مشكلة بشكل عام يعني لا إنشائيا ولا جيوتقنيا. تمام يعني ماشيين صح الحمد لله. التأسيس بجانب شط البحر مباشر ولي يعني بتفتح الشباك على البحر او بتفتح الباب الغرفة او الشقة على البحر، يعني هو طبعا يعني معروف انه بدها شركة متخصصة وحتى اختصاصي اصلا تصميم موانئ او ارصفة بحرية والى اخره، مارينس يعني مارينا سبيشاليست او مارينا ديزاين سبيشاليست، هذا معروف. بس نحن احيانا بتجينا فيلا، بتجينا مبنى صغير وهو القطعه او القسيمه يعني فيها جزء على البحر او قريب من البحر، خلينا نقول على البحر مشان ما نقعد على البحر، فهو هل يجيب ردم اي مقاول عادي يجيب ردم، يجيب ركام، يجيب صخور، يجيب ويروح يطلع فوق المي بشكل يعني طبقات لحتى يصل لمنسوب التأسيس، يقول يلا هالحين صار عندي أنا منسوب تأسيس وعندي التربة أو هاي الطبقات استيبل ويلا أنا أحط القواعد. طبعا أنا بحكي معك دكتور مش بسكيل كبير مشاريع يعني نوعية أو مكاتب انترناشونال، أكيد ما راح نسأل هالسؤال بهالمقياس. أنا عندي مقاول عادي بسيط مقاول بناء وعندي استشاري على قده وعندي مكتب استشاري عيت الريكومنديشن انه ازوليتد فوتينج اوكي واخذ هو السبر بعيد عن المي، او يعني هي مشكله ثانيه جزئيه على في السؤال. فشو بتنصح يعني شو نحن نقول له؟ روح سبيشاليست يا اخي، هو ما يعني كان يعني بتقول له يعني ما يعني عقدت يعني بما بالضبط، فتقول له روح جيب سبيشاليست او جيب اصلا واحد يدرس لك نظام حمايه والله كسر امواج ولا شيت بايلينج ولا ولا ولا، هو عمليه بالنسبه له قال لك هي والدي او اخي معمر من 20 سنه في على البحر وعامل درج في قلب المي ولا سحلت ولا شيء، وانتوا يعني بتحكوا بالله يعني والسؤال معقد شوي، بس ما بعرف ان نصيحه هيك يعني وجهنا فيها. بصراحه كل الابنيه اللي على البحر، كل الأبنية بدون استثناء حتى لو قال لك أنه في ما في، كلها تعاني من مشاكل، إما من مشاكل عزل أو من مشاكل هبوطات أو من مشاكل لا تعد ولا تحصى إذا ما كان مدروس بشكل صحيح. يعني أنت ما بعرف إذا لاحظت حتى بناء الجزر إلى طريقة معينة للبناء، يعني شلون بيساوي شلون بيحطوا الجيتيك ستايل، شلون بيحطوا المبعث شو، وبعدين بيساوي فايبرو كومباكشن وبعدين، ومع ذلك كل الأبنية اللي نعطى لها ريكومنديشن إنه على شنو فاونديشن كلها تعاني من تشققات وهبوطات بشكل أو بآخر. نعم. لازم تأخذ اللود للستيبل ستراتا، للناتيف سويل، للهارد ستراتا تحت الناتيف سويل بالبحر، غير هيك لمهما جبت ردم ومية الملح عم تفوت وترجع وإلى آخره ما في. يعني أنا لاحظتها بإحدى جزر العالم، يعني تضخ الإسمنت يروح على المي، تضخ المي تنزل ربع متر وبعدين كأنك عم تضخ من البحر، ما بتزبط.
ما بتزبط يعني الردم، حتى لو جبت ردم انجينيرنج في الاخير بصير مثله مثل الرمل اللي اصلا موجود، املاح كثيره وقواقع وما بعرف شو وكذا، ما بتزبط. يعني احسن يكون نوع من التاسيس. يعني انت الفيلا عم تكلف لها اقل شيء براس الخيمه مثلا مليون يا اخي، مليون يعني بدك تساوي بايلات كم بتكلفك زياده؟ 30,000 40,000. اذا البايل عم يساوي 12 متر ب 1500 درهم. انا ما اعرف، بس اذا تقرير التربه هو قايل ما بده بايل، هي المشكله. ما المصيبه احنا عم نحكي انه مصيبه يعني تقرير التربه يا اخي لا يعول عليه. فهمت عليك، انا معك، انا معك. يعني هو المشكله موجوده والمشكله ما فيك تعمل شيء، يعني ما فيك تتصرف. يعني نعرف المشكله وبس، حسبنا الله ونعم. دكتور سؤال بهذا الموضوع اللي عم يحكي فيه الاستاذ نبيل الله يعطيه العافيه. الحقيقه لما بيكون عندنا على شاطئ البحر والمي موجوده مع الرمل، التحمل التربي بحسه اكثر ما اذا كان رمل لحاله. ما هو هذا كلامك صحيح الى حد ما، ولكن لا 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 يعني هذا مضلل. هذا التماسك، انا اضرب لك مثلا الرمل مثلا لما تمطر الدنيا. انا في مثلا قطعه رمل بيني وبين المسجد، مثلا لما بتمطر الدنيا وبيجي شويه ريحك بتجف بتمشي عليها كانه شو تمام، ايه بيجي شويه تنشف ما بتشوفها الا رجعت كانه ما صار فيها شيء. اذا التماسك هذا تماسك كاذب اسمه هذا، صح؟ بس وجود المي على طول فبيأمن التماسك، وخاصة على الشاطئ البحري. مين خلك على طول؟ في عندك مد وفي عندك جزر وفي عندك موجودة المويستر موجودة. ايه ولو كانت موجودة المويستر، بس يعني املاح كثيرة، كونسنتريشن نعم. املاح تضرب الديورابيليتي تبع المنشأة كلياتها. نعم استاذ نبيل، يعني انت بالاخير مو بس هبوطات، عندك الديورابيليتي كمان تبع المنشأة. تمام. هو يعني دراينج ويتنج يعني شوف لي منشأة على البحر أو جنب البحر عمره يعني أكثر من 5 سنين وشوف. صح مزبوط يا رجل، بتشوف الوول الباوندري وول انقص من تحت من عند التاي بيم وقلب هيك، يعني نعم. كأنه ضربه منشار أو شيء. نعم بس بحب أنوه في المهندس أكرم صالح سأل على موضوع تبع اللهم صل على سيدنا محمد نسح المياه بالأبنية القائمة أو عكام. فالمهندس رزق أرسل له ملف على إيميله، بس تنويه سيدي. أستاذ نبيل تفضل كمل. أنا انتهيت أستاذ عبد الحكيم. أنا بس فيني الله يسلمك مدام سمحتونا دكتورنا، نحن في فيلل يعني نفذوها على الحد البحري المصطنع، كانوا عاملين كاسر امواج، يعني المطور يكون مجهز ايش كاسر امواج بطريقه ما، وبتعرف انت الكاسر الامواج طريقه تنفيذه، والفيلا بتكون شوي متراجعه. كان التنفيذ طبعا اوتاد بايلات، وكانت الفكره انه قميص الوتد اثناء تنفيذ القميص المعدني 8 متر او 6 متر ينترك، ما ينسحب ما يسترجع، ينترك كحمايه خلينا نقول من 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 المحتوى الماء من حركة الموج وإلى آخره. طبعا تصميميا مأخوذ بعين الاعتبار أنه هذا كعمود وليس كبايل، فهي الفكرة منفذة. فما بعرف إيش رأيك فيها، يعني هل نحن نقول والله يا أخي اعمل بايلات وحملها الكيس اتركه الكيس المعدني أو القميص المعدني اتركه، هل هذا اجتهاد يعني هو أكثر ما يكون خلينا نقول؟ الكيس المعدني كمان الكيس المعدني كمان يعني له حسنات وله سيئات. حسناته راح يشل التماسك نعم ايوه، لكن سيئاته المستقبليه اذا كان الحديد هذا ستينلس ستيل ولا ما ستينلس ستيل، يعني ما بتعرف انت لما بيصدق الحديد هذا راح ينقل مثل السوسه، يعني راح ينقل الكوروجين راح ينقل للخرسانه وبعدين للحديد التسليح والى اخره. فكمان يعني ما انه مو حسنه يعني انه اتركه، لا احنا نشتغل على الخرسانه بالديورابيلتي تبع الخرسانه ونوع المواد الداخله بالخرسانه والحديد اللي داخل بالبايل اللي جنب البحر الى اخره. مثلا والله حديد بينتينج ولا ايبوكسي تريتد ولا كذا الى اخره، هاي اهم من ترك الكيسينج ولا سحب الكيسينج. يعني الكيسينج هو دكتور الكيسينج انترك مع اخذ بيان الاعتبارات الامور اللي حكيت عليها. تمام اذا هيك تمام يعني كحاجز خلينا نقول حاجز حمايه اضافي.
يعني انت تعرف البايلات اللي بيسموها دريفن بايلز، بيكون فيها مستخدم في كيسينج ومتعبى خرساني، او بيكونوا مثلا كيسينج مفرغ، او بيكونوا مثلا تاع شو اسمه اي بيم، او بيكونوا مثلا بريكاست كونكريت يعني ما في يعني. فهي احداها يعني اوكي ما مشكله، بس اللهم اللهم لما بيدق الكيسينج شايف علي يدقها بطريقه يعني هندسيه، بحيث انه ما يخلخل التربه وما يتم عليها تماسك حواليها خالص. يعني انت لما بتصب الخرسانه وبتسحب الكيسينج فالخرسانه بتعبي الفراغات، لكن انت لما بتطوقها بالكيسينج وانت اصلا خلخلت التربه، لانه في كثير مقاولين حتى ما عندهم الفايبرو هامر هاي بنزلوها يعني بطريقه يعني مدروسه، فبنزلها بطريقه عشوائيه، بيحفر البايل بكبره وبعدين بنزل الكيسينج بسلوته سلوته يعني فيش دفش. نعم إيه وين التماسك هاي، وين الهندسه، وين البيرنج كاباسيتي تبع البايل؟ معي انتم اكيد متفقين على النقطه هاي اكيد. اما هي هندسيا لو انها دريفن بطريقه معقوله ومدروسه بحيث انه تحافظ على التماسك الاحتكاك الجانبي، لانه لا انت انه هي الكيسينج عزلت الكونكريت عن فصارت هي تشيل السكين فريكشن، فاذا هي من الاصل منزله بطريقه مغلوطه فاضعفنا قوه تحمل البايل بشكل كبير. نحن مهملين يا دكتور، مهملين الفريكشن على هذا الجزء. تمام. اذا هملته خلاص دكتور معلش سامحني. بس خليني اقول للمهندس عكام تم ارساله على الشات عنده، انا اخطات قلت له على الايميل بس من قبل الاستاذ رزق بعت له موضوع عن الموضوع السؤال سأله على الشات عنده، فيراجع الشات عنده بلاقي الملف. عذرا منك استاذ نبيل والدكتور محمد معلش، بس مشان ما يروح على المهندس عكام الملف. الله يسلمكم، شكرا جزيلا عليك استاذ نبيل. الله يبارك فيك، الله يبارك في عمرك سيدي. شكرا لك، شكرا للمستمعين الصابرين لحد الان معنا، تحملونا اليوم والله يبارك فيهم ونسال اسئله. والله أنا بس بحاول أطلع على الشات مشان ما أضيع أو أنسى أي سؤال للزملاء، والله إن شاء الله ما أضل سيدي. زملاء أنا إذا في أي سؤال ما شفته أنا ممكن ترفعه بيد مباشرة، معلش خلينا نسمع صوتكم. أقول لك المهندس عكام دكتور أقول لك بخصوص سول ستابيليتي، حفر في منطقة ما وكان عنده مجال أكبر وأحفر أكثر، ولهذا تقريبا الميل كان قليل جدا ولم يحصل انهيار، حفر بالميل معناته، فكيف يمكن نفسر هذا الموضوع؟ لا معروفة هي من مقاومة التربة من زاوية الاحتكاك لما بتقيسها، إذا ممكن إذا عندك صورة أرسلها. احتكاك يعني كثير من الشباب مهندسين إذا عنده صورة خليه يبعث لنا إياها لأن جاوبه مضبوط. وبدي أسألك أنا سؤال دكتور بنفس السلايد اللي أنت حاطه، يعني ما شاء الله، واللي هذا عبارة عن السيلوكريت كولم. أيوه سويلوكريت. أيوه هو عبارة هذا إنجكشن مو إيه؟ أيوه هذا لا ميكسينج. شفت الحفارة هون، لحظة لا أبين لك إياها. لا هون يعني مثل بتعمل بور هول وبتنزل فيه الـ لا لا ميكسينج. شايفة الحفارة هاي. هاي الحفارة بتنزل ريشة، الريشة تبعها مثل أوغر بطريقة معينة مصمم ومربوط على المضخة الإسمنت وكذا، وهي نازلة بتخلط التربة مع السمنت. حلو. بيطلع معنا عواميد، شايف العواميد هاي بالزاوية؟ هاي العواميد بختلط مع التربي تحت، إلا بيضل شكله هيك مثل عبارة عن كولم تقريبا. لا بيختلط إجباري، بدي يختلط ما كولم. لا لو كولم كان سوينا بايل وخلصنا. طيب سين سؤال، وإذا كان عندي المناطق بين البايل، إذا في عندي أملاح بين البايلات؟ إيه بين البايل طبعا. ما انت شفت احنا قلنا بالموديلينج انه هون لو جيت لهون
حكينا على الجيو جريدز. الجيو جريدز هاي مثلا احنا اذا بدنا نوزع الحمولات ونحط طبقه الجيو جريد اللي شفت اللاير هاي اللي كنا عارضينها، هاي اللايرات هاي هون تمام، فهون في الجيو جريد هذا تم توزيع اللود. نعم ايوه، بيوزع اللود على الـ على الـ على البايلات. ف واحنا لما سوينا حتى موديلنج بالفاينيت اليمنت، لاحظ هون مثلا بالفاينيت اليمنت هون هون شايف هاي السلايد، اعتبرنا التوربين بتوين ما موجوده، شلناها كلها. ممتاز شايف، يعني احنا عم نتعامل مع هازارد، يعني عم نعتبرها ما موجوده. يا اخي احنا نعتبرها كلها يا تدابت، شو المشكله؟ حلو حلو، فلذلك هذا هو الحل. يعني احنا عالجناه عدديا، يعني رقميا فاينت اليمنت موديلنج، وسويناه واقع. يعني سويناه واقع، انت شفت السلايد اللي فرجيتك اياه هون، احنا نعم. سويناه واقع، هذا واقع تنفذ، يعني تنفذ مناطق كثيره. كم يعني الدبس تبعه؟ لا من حسب الـ شو اسمه، يعني كان يتراوح من 5 متر ل 9 متر ل 10 متر ل 12 متر حلو. حسب نوع التربه، يعني حسب الردم والكذا. الله يبارك فيك. بصراحه يعني انا بكفله، بتشيل عليه بنايه من 20 طابق. اكيد من 20 طابق وما عندك مشكله، ما شاء الله. تكلفته ما له تكلفه كثير، ارخص من البايلات على فكره، ارخص من البايلات بكثير. اكيد. بدنا نعطي السؤال للمهندس اخينا ابو نادر، المهندس ماهر الخولي. تفضل ابو نادر، تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته يا باشمهندس. الله يعطيكم العافيه يا رب، ومشكور دكتور على الاسهابات الجميله والرائعه، والله يعطيك العافيه يا رب. الله يعافيك، احنا من بعدكم. العفو، انا شجعني حديثكم والحديث مع المهندس نبيل اني اسال هيك عن حالي انا مريت فيها، واطلعكم عليها واسمع رايكم فيها. يمكن المهندس عبد الحكيم اشار الى هيك اشاره. تفضل. في دكتور مثل كومباوند، مجموع فيلل يعني، وفي له سور. فهذا الكومباوند تم تنفيذه البيزمنت، وانطلاقا من جدار البيزمنت طلع سور، تمام. ولكن في بعض المناطق اضطروا انهم يعملوا لاحقا، يعملوا تعديل على السور ويعملوا اضافه. فهالتعديل تم بمنطقه هي بجوار جدار البيزمنت، بين جدار البيزمنت وبين الطريق، بمنطقه محصوره، ولكن تم الردم بشكل عشوائي. بعدين بفتره لاحقه قرر انه يتحرك السور او ينعمل له اكستنشن للسور بهالمكان. فلما عملوه، مع انه عاملين قاعده مستمره ومتكلفين عليها بالخرسانه، ولكن ما هم منتبهين على موضوع التربه طبعا اللي تحتها، وفي زراعه على طرف السور. مع اجتمع امرين، اجتمعت التربه الضعيفه، الردميات السيئه الضعيفه العشوائيه، مع ري الزراعه، مما ادى الى حصول هبوطات وحصول تصرخات بالسور وتكسر بالرخام اللي مكسي فيه السور. فالمنطقه المحصوره اللي نحن بنعرف انها محصوره بين جدار استنادي وما بين الطريق، عملنا لها حقن، وفعلا كان الحقن يعني مثل ما توقعت واكثر شوي، يعني شيء بسيط. لانه طبعا احنا تخوفنا باعمال الحقن، تخوفنا من انه نحقن امتدادات واسعه وما نعرف حدود وين عم نحقن. ولكن كونها هي منطقه كانت محصوره، قدرنا نضبط موضوع الحقن. هلا في عندي مكان ثاني هلا قيد المعالجه بنفس المجمع، ولكن هو عباره عن هو بالحقيقه ما نو سور، هو جدار داخلي بارتفاع متر. هذا الظاهر منه عباره عن عمليه فصل ما بين جزئين، او عم يغطي معماريا، عم يغطي تعديلات معينه حصلت. بس يعني عباره عن جدار بسيط اللي فوق سطح الارض، جدار بسيط ارتفاعه حوالي متر فقط من البلوك. تحته كان في اساس مستمر بطول 9 متر تقريبا، اساس مستمر كمان، اساس يعني خرسانيا يعني متعوب عليه، كميه خرسانة كبيره، ولكن محطوط كمان على ردم ضعيف. وهون الوضع أسوأ، هون الوضع بهالمنطقة الجديدة عبارة عن بيزمنت يصل عمقه إلى 12 متر جدار البيزمنت، ومنطقة مفتوحة أكثر، زائد إنه هي داخل هالكومباوند وداخل يعني، وصعب وصول آلات أصلاً الحفر وآلات الحقن للداخل. فالحل اللي اخترناه هو إنه نعمل إحلال للتربة. فحالياً عم نكسر القاعدة الخرسانية الموجودة مشان نعمل إحلال. اللي حصل طبعاً هو نفس الشيء تماماً، يعني حتى يعني مبالغة بوضوح الأثر،
أنه بمكان اللي موجود عنده شجرة وبدأوا يرووا الشجرة حصل الهبوط تماماً بجانب الشجرة. المنطقة اللي لسه ما رووا إلى الآن ما هبطت. فوين بيرووا؟ مع وجود ردميات سيئة تحت الأساس اللي هو عبارة عن سور بسيط عم يصير هبوط فوراً. فاخترنا أنه نعمل له المنطقة إحلال. فأنا كان سؤالي عن الإحلال ابتداء وقت التصميم. يعني إذا إحنا عم نعمل تصميم للإحلال بدنا نقرر هون كيف بدنا نعمل إحلال. هو مثل ما حكى المهندس نبيل أحياناً في عنا شغلات صغيرة، يعني شغلات صغيرة وحجم عمل صغير لدرجة أنه لا يحتمل أنه نجيب عليه مكتب تربة وناخد جثة ونعمل اختبار. نحن عنا منطقة معروف تاريخها شو حصل. حصل كان في جدار استنادي بعمق 10-12 متر، وخلف الجدار الاستنادي تم الردم بطريقة عشوائية نتيجة تعديلات لاحقة، تم بناء جدار بسيط أو سور بهالمكان، وحصل هبوط لما تم يعني لما تداخل الأمر اللي هي التربة سيئة الردم، هي ردميات سيئة مع وجود مي نتيجة ري الزراعة، حصل يعني انه مشيت مع المي النواعم اللي موجودة بها الردميات السيئة وحصل تفريغ وهبوط مباشر. فهون مثل هيك حالي الإحلال، نحن ابتداء شو بدنا نفترض او شو الشيء اللي ممكن نفترضه للإحلال بهالمكان. وانت عم تساوي ديموليشنج، عم تشيل الاساسات، عم تشيل الاساسات كامله لحتى بدك تساوي احلال؟ ايه والله هذا الحل، معنا خيار اخر كان الا اذا ما تدخل الات. انت هل 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 خطر ببالك شو اسمه؟ انا ممكن في ناس تفكر الجراوتينج، بس انه جراوتينج سيمنت واليات وضخمه وما بعرف شو معدات ومايكروبايلز وما بعرف شو جراوتينج سوري ميكسينج. لا، في طرق الانوفيتيف مثلا الريزين ساند مثلا ما بدها الشغلات الكبيره، يعني بتشتغل على مبدا الكومباكشن جراوتينج. هلا انا حتى عندي منشاه معمل كمان نفس الكلام، انه ما بنحسن نفوت معدات ما بنحسن، فعباره عن لينسز يعني بايبات صغيره تساوي لها مثل الكورف الاساسات نفسها وبتوصل لتحت منطقة الردم التعبانة هاي وتصير تحقن الريزين، هذا بيصير مثل البلب وبينقل حمولة الأساسات للطبقات. أما أنت لما عم تروح للحل هذا اللي عندك، بصراحة الحل هذا بكلفك أكثر من الطريقة اللي عم أحكيك عنها بعشر مرات، لأنه أنت عم تزيل الأساسات وتساوي إحلال وترجع تبني الأساسات، فكتير يعني مكلف. والله بيعرف المهندس عبد الحكيم، أنا استشرته أنه بموضوع المايكروبايل انه احنا ممكن نعمل على يمين ويسار القاعده اللي هي الجدار الاستنادي الاول اللي هي القاعده المستمره، بتصير ونفذناها مايكروبايل ونجحت وكل شيء يعني ان شاء الله. والله انا تخوفت من العمق، يعني عندي عمق حوالي 12 متر هون حتى اوصل للطبقه، فشو المايكروبايلز وشو القطر اللي بدي استخدمه مع العمق، ومطلوب كان سرعه في التنفيذ، فقلنا ما بدنا نروح على حل اكثر شيوعا. يعني هون قطر المايكروبايل عندك من 250 لحد ال 350 ميلي يعني، والحفارات بتنزل يعني مايكروبايل مو بس دكتور متر ومتر. دكتور الحقيقه لما بنعمل نحن القطر ال 10 سم او 20 سم مايكروبايل وبروح لعمق مثلا خلينا نقول لك 12 13 متر، والمايكروبايل احيانا بيكون حديده ضعيف. انا كنت عم بحكي مع أخونا المهندس ماهر أني بخاف من موضوع البكلينج، مو لازم أدرس هذا الموضوع كمان؟ لا مو أنت عفوا، أنت أول شيء المايكروبايل هو ترى في مصطلح يعني شوي بيك تمطه، يعني فيك تساوي شيء اسمه ميني بايلز. الميني نعم. بايلز حتى تتنفذ وتحط فيها أربع قضبان حتى قطر شو اسمه 25 ميلي يعني. تمام. وهي لما بتنزل معها بايبات الحقن، فلما بتحقن أنت مستحيل يتم قطر المايكروبايل 200 ميلي ولا 250 ميلي. بيزيد لأنه أنت عم تحقن فكل الفراغات بيعبيها، فهي ما عاد إلى وجود. صار مثل الشجرة بدأ. اي نعم جد يعني، فلذلك تمام. يعني تمام بينجح يعني. بعدين حطها بعين الاعتبار مهندس ماهر الكيميكال جراوتينج، يعني احنا متخوف من الكيميكال انه غالي. لا يعني مثلا عندك بالمتر المكعب ممكن تاخذ هذا الريزين ساد في شركة ألمانية هم بتوردوا يمكن مقرها دبي، بالمتر المكعب بتاخذ مثلا 5 إلى 6 لتر
أو جالون يمكن. الجالون بثلاثين درهم، ثلاثين درهم يعني 150 درهم بالمتر مكعب. أي مستحيل أنت تحط يعني تحت بالعمود الواحد أكثر من متر مكعب واحد يعني. فعمليته يعني عملية، وحتى كمان بتساوي ليفتينج أحيانا إذا بدك ترفع مثلا بلاطة ولا أساس هبط وما بيأثر مثلا على المنشأة اللي فوقه، فبيساوي ليفتينج يعني كمان، بحطه مثل جيجز وبيقيسوا الضغط وبيقيسوا الحركة وبيقيسوا كل شيء. فعملية جدا الكيميكال جراوتينج كمان يعني، وما بدنا معدات، معداتها بسيطة جدا. الله يعطيك العافية دكتور. هو أنا عملنا حسبة تقريبية، وجدنا أنه من حيث التكلفة ومن حيث الزمن أي مايكروبايز بدنا نعمله راح تساوي تكلفة وزمن التكسير والإحلال وإعادة بناء الأساس. فقلنا خلينا نروح على حل تقليدي أكثر وأكثر شيوعا، نعرف نلاقي يعني عمالة وناس تعرف تشتغل معنا فيه وما نحتاج. تمام. فبالنسبة للإحلال شو نصيحتك؟ شو بهيك أمر بسيط يعني، أعمل لك سور عبارة عن ارتفاع متر فوق الأرض فقط، بينما رضميات موجودة 12 متر، رضميات سيئة عم تتأثر بمية الزراعة، فشو رأيك، شو توصياتك بالنسبة أول شيء قولاً واحد، أنت عم تحكي عن رضميات 12 متر ماكلي روح الخل. حط تحت الطبقات الإحلال اللي بدك تحطها، حط طبقة جيو جريد تنسال دكتور هاي سترينث تمام، وحط طبقة يعني شو اسمه جرافلز فوقه مدروس يعني من نفسه أبو الجيو جريدز بيقول لك شو الأقطار مشان تتعشق معه. وبعد ما تحط الطبقة هاي حط طبقة كمان فوقها جيو جريد تانية شايف علي، وطبقة الأجريجيت هاي، وبعدين حط الفيل العادي. بسماك كم بتكون الأجريجيت تقريبا دكتور؟ الأجريجيت بده دراسة. لا مو بده دراسة، لا أقطار ما كبيرة، لا أقطار ما كبيرة يعني 10-12 ميلي هيك شيء يعني. ما هني بيقولوا لك يعني بيذكروا لك يعني، إذا طلعت على السلايدات اللي عندي هون أنا يمكن أعرض لك بعض الصور. شوفها شايف صارت 3 اكس جيو جريد ميكانيكال انترلوك ريزلتنج. هن بيعطيك الاقطار هي حسب الدكتور تبعه. دكتور في المهندس مجدي اسماعيل عم بقول له في هي الطريقه فعاله واسمها تام جراوتنج في الحاله اللي ذكر المهندس ما لا ما هو تام جراوتنج كمان. تام جراوتنج هي نوع من السيمنتيشيوس يعني مهندس تمام. مجدي طيب. نعم بدي استاذن من زميلنا ابو نادر واخذ سؤال، بس معلش اذا في شيء على الخاص بنروح مع الدكتور محمد ابو نادر لاني صار لنا 3 ساعات وصافي الدكتور استاذنا المهندس رزق عنده مداخله في سؤال. دكتور هل الحقن بالاسمنت تحت منسوب المياه الجوفيه يمكن تنفيذه، وما مدى الفعاليه وما هي الحلول البديله لتحسين خواص التربيه؟ ايوه الحقن بتنفذ طبعا انت، لانه عندك المياه هون ما مياه جاريه يعني لحتى تساوي، لانه الكثافه الاسمنت كثافه الاسمنت اكبر من كثافه المي. فمثل مبدا صب البايل، انت شفت صب البايل لما تصب البايل الخرسانه بتزيح المي واذا خايف انت من الهروب الخرساني مثلا، اذا كان في نوع من الجيران تستخدم نوع من الاكسلريتر للكيورينج يعني، فهمت شلون؟ بتتجمد بسرعة يعني، تسكر يعني، تضيف عليها بعض الأديتيف. بارك الله فيك أخي مهندس ماهر، عندك شيء؟ والله بس كنت عم أسأل الدكتور على يعني بس يتابعنا يعني عن توصيته فوق الطبقات هاي، شو بدنا شو بيوصي، شو تكون سماكة الإحلال، سماكة الصب؟ لا سماكة الإحلال أنت شوف، سماكة إحلال أنت أول شيء أكيد ما بك تدخل الهيفي إكويبمنت للمنطقة هاي. نعم بدك تدخل البليت الهزازي هاي والكذا، فما ما ما تخلي السماكه الطبقات اكثر من 10 سنتيمتر. الطبقه قد ايش السماكه التوتال؟ التوتال للطبقات الاحلال ولا للطبقه الوحده للاحلال؟ نعم ما انا ما بعرف مستوى التاسيس تبعك يعني هون يعني كان يعني قصدك لاي عمق تنزل، لاي عمق تنزل نحن عم نختاره مثلا متر ونص مترين بهالحدود يا دكتور. لا ما 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 اذا طبقت اذا نزلت مترين وساويت كومباكشن نوع معين والى اخره وحطيت طبقات الجيو جريد هاي وحطيت بعدين عليها ستريب فوتينج ولا كذا، الامور طيبه ان شاء الله يعني. الدكتور يعني الموضوع ممكن نحسبه كالتالي، ممكن انا اعمل الطبقات
أحسب التحمل عليها وش قد بتوزع الحمولة على الطبقة اللي تحت مشان توصل للإجهاد، تكون إجهادات التربية عليها أو إجهادات الحمولات عليها أقل من إجهادات التربية. صراحة هاي طريقة التنفيذ بالطريقة هاي ما بتتنفذ غير أو لازم لها بصراحة تحسبها بالفاينت إليمنت موديل. على فكرة جماعة تنسار نفسهم بيسووها، بيسووا لك الموديل وبيقولوا لك إنه كم الهبوطات بتصير وبيعطوك يعني حل يعني أكيد يعني الموضوع. بس يعني حتى لو ما سويت الموديل مثل ما قلت لك إنه هاي الجيوغريد تساوي مثل شو اسمه الارشينج وتوزع الحمولات وما بيصير الهبوطات التفاضلية اللي أنت بتتخيلها. يعني مثل الآن يعني هذا الجيوغريد اجوا على مناطق غابات 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 يعني قطعوا الشجر هيك وحتى يعني ما فيك تمشي تحت وزنك الذاتي، وبالاخير اجوا فرشوا هالطبقه هاي وحطوا فوق الاجريجيت وجت الكومباكتر فوقها والى اخره ومشيت والطرق ماشيه والامور طيبه. احنا على فكره بالبلاد العربيه بنبالغ كثير بالحلول شو اسمه التكنولوجيه، لكن لو رحت لعنده لهناك بتشوف بنوا مبنى كامل من 4-5 طوابق خلال اشهر والكلي وطين، وكنت انت ما تحسن تمشي عليه بجريك يعني. ليش؟ لانه اخذوا بعين الاعتبار كل هالامور هاي واعطوا نوع من التاسيس يتحمل الهيفينج والشرينكج وما بعرف شو، امور طيبه. فلذلك انا ما عم اقول لك حط جيو جريد وحط الكذا، هذا حل مثالي على فكره يشيل اكبر منشاه عليه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعطيك العافيه دكتور، شكرا لك للمنصب. اهلا يا اخي ابو نادر، الاستاذ المهندس رزق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ان شاء الله بنحكي عن مشروع اشتغلنا فيه نفس اللي بيحكي فيه الدكتور، ولكن قد يكون اكثر تعقيد. احنا اشتغلنا في منطقه البحر الميت وكنا قريبين جدا من شط البحر تقريبا متر او مترين عنه، فكانت التربه عندنا نوعيه ساتوريتد سيلت كلي فكانت مشبعة، فكانت أساس على هذه التربة اضطرينا نعمل شغل بسموها اللي هي جرابل بايل، إنه ندق ندق الستيل الكيسون بعدين نفرغ التربة ونحط جرابل ونعمل شبكة من الجرابل على أساس تم عملية تصريف للمي، وبعدين تم عملية عمل الفاونديشن عليها سواء كانت نوعية في نوعية. أيوة مهندس، هاي اسمها مثل اسمها على مبدأ الجيو بيرز والفيرتيكال ترينز. نعم، اللي هي الهدف منها إنه تصريف المياه من التربة هاي، فإذا تصرفت المي تصرفت المي من التربة بتنحل مش بصير بيرين كابسيتي اللي تقدر تتحمل الفاونديشن، لأنه كان من الدراسات نعمل عليها كونكريت بايل بس كان الخوف إن يصير أبليفت للبايل، لأنه من نتيجة التربة يصير أبليفت للبايل بطل يشتغل معانا على الكومباكشن. أنت سويت بطانية فوق بطانية من الجرافل هذا فوق العواميد هاي اللي سويتها. نعم، عشان اي مية بتطلع يكون الى نظام تصريف تروح لهي، ما مزبوط، هذا احد الحلول يعني، هذا نوع من الامبروفمنت. نعم، هذا اللي اشتغلنا حقيقة في البحر الميت، حملنا عليها القواعد وحملنا عليها الرابط للغرف المضخات، وصلنا تقريبا حل هذا 10 سنوات وحتى الان ما في اي مشاكل. ما شاء الله استاذ، والله استاذنا لازم تجمعنا الشغلات اللي اشتغلتهم هيك بدنا محاضرة طبعاً قدموا للزملاء، لأن كل شيء عملي هو خبرات كبيرة. والله يا أستاذ والله هي خبرات عملية حقيقة أكثر منها نظرية يعني. رائع، هذا المطلوب أستاذنا. فلما شفت المجال كله بيحكي عن خبرات سابقة بالمواضيع هاي مشاكل حبيت أطرحها. يعني نفس المشكلة كانت في أنغولا، إحنا في أنغولا عملنا عملية ريبليسمنت للتربة بعمق تقريباً متر، وبعدين عملنا فلوتينج رافت فاونديشن وتم تأسيس الأبنية عليها. الأبنية كانت عبارة عن طابقين بلل بكلها نفس الشيء، تربة كلي كانت كلياتها. مو أنت بعملية الإحلال هاي أنت بعدت الكلي ومشاكله والسويلينج وما سويلينج والشرينكج وما شرينكج بعدت عن الأبنية، بالإضافة بالإضافة نعمل على دائر الرافت فاونديشن كانت بحدود 25-30 سم، بس نعمل على الدائر دروب بيم لأسفل أساس يعمل عملية تثبيت للفلوت فاونديشن.
اها ما هذا هو هذا احد الحلول اللي قلنا عليه انه فلوتينج فاونديشن وابني وطبقوه بامريكا ونجح بالنسبه للتراب هاي الانتفاشيه. وانت بالعكس انت واحنا وهذا بيأيد الكلام اللي قلنا انه احنا على الاطراف بيكون الابليفتنج اكبر وعلى الايدج بيكون اقل والسنتر اقل. فانت لما حطيت دروب بيم داير ما يدوره انت بالعكس دعمته وزدته صلابه البلاطه مشان ما يصيبها يعني شو اسمه ابليفتنج من الزوايا. كلام جميل. نعم. جدا كلام نعم جميل. نعم هذا اللي تم. نعم هاي لو عندك صور ما او تحضر لنا هيك محاضره يعني. والله موجود هو في كتاب انا حطيته نزلته للشباب اللي قبل شوي ساعه عن موضوع تدعيم طريقه مراقبه الابنيه القائمه لما نعمل عمليه ديووترنج. فكنت عامل في ملتقى المهندسين العرب كتاب اسمه اللي هو مشاكل تنفيذيه وحلول هندسيه. فكنت اشرح احط كثير مشاكل هندسيه وشو الحل تبعها اللي تم. فممكن بعد نهايه المحاضره لما تنزلوا الرابط انزل مع الرابط هذا اللي كان موضوع فيه تسجيل للمشاركات اللي كانت بمنطقة المهندسين العرب. نفس الموضوع هذا. بكون شاكرين لك والله يا استاذ. الله يخليك. شكرا لكم لجهودكم الطيبة. تسلم الله يبارك في عمرك استاذنا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. وشكرا لك دكتور محمد والله يعطيك العافية. ودائما المحاضرات تكتا شافشتو. يعني أنا هلا بدك تضطرني أقسم المحاضرة هاي قسمين. قسم للنقاش وقسم للمادة العلمية. لاني انا نعم بخاف لا احد يشوف ثلاث ساعات ما يطلع علينا طاول. لا مو هو المشكله لكن حقيقه ما شاء الله يعني كلها مداخلات علميه وعمليه وشيء فادي الحمد لله رب العالمين. هو انا دائما سبحان الله لما بحضر المحاضره يعني مثل يقولوا يمكن نشرب كذا قنينه مي وكذا ما بعرف شو ليش لانه بتشعر أنا ما بدي أعرض شغلة تقليدية مملة يعني بالأخير وغير مفيدة. أكيد. نعرض شغلة مثلاً عملية يعني توصل الفكرة للمهندس بدون أي يعني عناء وبحث هون وهون يعني. يعني جيب له من الأخير. جيب له من الأخير الحلول وعطيها. والله ما شاء الله المحاضرات كلها وزملائنا كلهم الحقيقة مشكورين على جهودهم اللي عم يقدموا فعلا يعني عصارة الخبرات مثل هذه الوقود. اي نعم صح ما يعني ما انت لو عم تحاضر طلاب جامعة ولا كذا يعني بختلف الموضوع. اي شيء بتعطيهم بتسكتهم اما هون ما شاء الله كل واحد استاذ يعني ما الله يبارك يعني مهندس ماهر مهندس رزق مهندس نبيل كلهم في مهندسين صامتين تسع الصامتين خبراء كمان اللي اسماء نعرفهم ما شاء الله عليهم يعني يعني انا لا اخفيك سرا يعني بالرغم من التحضير والكذا انا قرات المحاضره اكثر من مره لانه ممكن تتعرض لسؤال يعني تنحرج فيه فلازم تكون مغطي الموضوع. لا الله يبارك فيك ده ان شاء الله ما في احراج لان يعني هدفنا اعطاء المعلومه. فواحد اذا ما حسن أثناء المحاضرة ممكن بعد المحاضرة يتواصل معك أو مع أي من الزملاء ما في مشكلة بالموضوع إن شاء الله. الله يبارك فيك دكتورنا وشكرا كثير كثير لك وزملائنا شكرا لكم كمان وإن شاء الله الأسبوع القادم نلتقيكم بلقاء جديد وأنتم بألف خير إن شاء الله. السلام عليكم. أنا راح أبعث لك وعليكم السلام راح أبعث لك المحاضرة باوربوينت وبي دي اف لانه انا عدلت على المحاضره اللي بعت لك اياها. بارك الله فيك. هلا ببعت لك اياها ان شاء الله عشان ما انسى. تسلم دكتور تسلم تسلم. تصبح على خير. السلام عليكم. تصبح على خير مع السلامه.